مساكم الله بالخير، يا هلا يا مرحبا فيكم مشاهدين الكرام وين ما كنتوا في حلقة جديدة من برنامجكم مجتمع واعي. مساك الله بالخير جاية. مساك الله بالخير والنور والسرور بسام، ومساكم مشاهدينا وعي وثقافة وطنية وصحة. مساكم مجتمع واعي بداخل كل وطن يعي ويهتم بصحة مواطنينا. وبالفعل مشاهدينا يعني مسانا كلنا وطن شرى صحة مواطنية واهتم فيهم ووفر كل سبل الرعاية الصحية، ووفر للناس كل سبل الدعم والحماية والأمن والأمان. بالفعل، ولما قلت يعني بسام الأمن، أكيد إحنا مو بس نقصد الأمن المتمثل في وزارة الداخلية، إحنا نتكلم حتى عن الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن المجتمعي وكل أصناف الأمن، حتى الجانب النفسي. يعني الدولة ما أهملته، بالعكس اشتغلت عليه وتعاملت معه بكل شفافية وبكل وضوح. بالتأكيد يا رقية، يعني البحرين ما تخلت عن حتى العمالة الوافدة وكذلك المقيمين، ومن بداية الأزمة لليوم وفرت كل الأمور اللي يحتاجونها من مواد صحية، مواد غذائية وكل شيء يعني هم في حاجة له. هذه هي البحرين، ومن مثل البحرين الله يحفظها هالأرض الطيبة وقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي وكل من على هذه الأرض يا رب. اللهم آمين. وبالفعل من مثل البحرين، يعني هذه هي البحرين، دانة الخليج ورمز الأمن والأمان والتعايش والسلام. خلكم معنا مشاهدين، عندنا اليوم وايد ويعني الكثير من الفقرات والمواضيع المتعددة تابعونا، ولكن من بعد هذه الفاصل. نبتدي معكم مشاهدينا في جولة لهم الأخبار اليوم، حيث أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه توجيهات جلالته السامية بزيادة مبلغ الكفالة الشهرية للأيتام والأرامل المكفولين لدى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، والبالغ عددهم 11,000 يتيم وأرملة. أوجه جلالة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بأن تتولى المؤسسة مهمة الإشراف على صرف ومتابعة تنفيذ هذه المكرمة للتخفيف من الأعباء المادية اللي يواجهها الأيتام والأرامل. وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة خالص الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على هذه المبادرة والمكرمة الكريمة وهذه الرعاية المتميزة والشاملة لأسر المؤسسة الملكية، مما يؤكد ما يكنه جلالته من حرص أبوي كريم على توفير الرعاية الشاملة للأرامل والأيتام.
بناء على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وموافقتها على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19، فقد تم إقرار العزل المنزلي الاختياري للحالات القائمة التي لا تظهر عليها أعراض وفق اشتراطات محددة. نعم رقية، وسيكون ذلك بدءا من يوم غدا الأحد، وستكون جميع الإجراءات المتخذة والخدمات المقدمة وفقا للإرشادات والمعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث سيتم استقبال الحالات القائمة اللي ستخضع للعزل الصحي المنزلي في مركز الإعاقة الشامل لتقييم الحالة، وسيتم تركيب السوار الإلكتروني وما يتبعه من إجراءات قائمة. جهود كبيرة تقوم فيها كوادر فريق البحرين في كافة المجالات، ومنها بلا شك الكوادر الصحية اللي يعملون بكل طاقة في الصفوف الأمامية للحد من انتشار فيروس كورونا. وبعد بسام لازم ما ننسى المتطوعين اللي قاموا بأدوار كبيرة جدا في هذه المرحلة الاستثنائية للمساهمة في السيطرة على هذه الفيروس، وأنا بنتكلم أكثر عن هذا الدور اللي لعبوه المتطوعين وإسهاماتهم، ويسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو السيد جلال كاظم المنسق الإعلامي بمركز الحد للحجر الصحي. مساك الله بالخير، يا أهلا وسهلا فيكم. يا أهلا وسهلا فيكم، مساكم الله بألف خير، وشرفنا اليوم نكون موجودين معكم. الله يسلمك. شرف لنا. الله يسلمك أستاذ جلال، يعني بعيدا عن كل الأسئلة يمكن اللي ممكن نحن نثيرها اليوم عن فيروس كورونا، بس نبتدي يعني بالسؤال الأهم اليوم، شو اللي خلاك تتحرك، شو اللي خلاك يعني تندفع ناحية التطوع وتكون يمكن من مقدمة أو من أوائل الناس اللي راحوا ويعني انضموا إلى اللي هو المنصة الوطنية للمتطوعين في هذه المرحلة الاستثنائية، برغم أن يمكن في كثير من الناس في البدايات شوي كانت متخوفة لأن يعني خطر الإصابة بمثل هذا الفيروس؟ بالعكس، يعني اليوم إحنا دافعنا قبل ما يكون الإنساني، دافعنا الديني يحث علينا في عمل التطوع، وايضا العامل الانساني والوطني اللي اليوم يوجب على كل مواطن اليوم. يعني عندنا طاقات اليوم في البحرين، طاقات كبيره، وانا اليوم متفرغ لخدمه شعب البحرين، واليوم اديت امانه سابقا سواء كانت في اعمالي الحره او في مجلس النواب سابقا، اليوم سخرت نفسي لخدمه المجتمع، وعندي طاقات هذه كانت موجوده من ايام الانشطه الطلابيه في التسعينات القرن الماضي في دوله الكويت انديه طلبه البحرين، وكنت دائما امارس هذا النشاط لمده 26 سنه. نعم. بس ما حسيت يعني مسامحة، بس تفضلي. ما حسيت بأي مثلا خطورة من المشاركة، خاصة أن احنا نعرف أن هذا الفيروس ما في لقاح، وإحنا خاصة كنا في البدايات يعني شوية كان في تخوف من عند الناس. بالعكس، يعني الخطورة اللي حدثت عندي من الأقارب وزوجتي بالأحرى، يعني زوجتي والأهل،
يعني كانوا يحثوني دائما اتجنب دائما الامور هذه. فاحنا اتبعنا لوائح الارشادات اللي موجوده وتطبق من فريق البحرين، دائما الوقايه خير من العلاج، واحنا اليوم نتبع التنظيمات والوقايه من فريق البحرين، والحمد لله اليوم مر علينا 3 شهور في العمل التطوعي. نعم يعني صراحه يعني احنا نشوف التطور اللي قاعد يحصل حتى في مراكز الحجر والاسهامات اللي قاعد تقدمونها كمتطوعين، يعني وكونك موجود وانت كنت نائب سابق بالطبع، يعني انت من الاسماء البارزه في العمل التطوعي حاليا، طول عمرك، فبالتاكيد لك دور اشرافي ولك دور ايضا يعني فيما يتعلق بتطوير المكان من ناحيه الخدمات، من ناحيه ايضا الاسهامات اللي خلينا نقول الجانب النفسي حتى لتقديمه للمقيمين في المركز. يعني كلمنا اكثر عن ما تقدمه حضرتك وما يعني بمساعده ايضا بقيه المتطوعين. احنا بدينا بدايه المشوار في 10 مارس 2020 بناء على توجيهات الدكتوره مريم الجلاهمه اللي نسبت احدى التغريدات الى دوري قبل ما يفتحون باب التطوع الوطني. فكنت دائما ان انا البي الواجب وان متى ما دعت الحاجه ان انا اكون في الصفوف الاماميه لخدمه البحرين. وكان الاتصال اليوم الثاني بعد التغريده احتياج ان للدور الخدماتي اللي اليوم يكون مع المحجورين في بدايه المشوار. واجتمعت مع الأخت المستشارة نعمة السبيع مدير المحاجر اللي موجودة بالمحجر بناء على توصيات الدكتورة مريم الجلاهمة، فدائما باشرت المواطنين في حجر الحد بداية المشوار، لأن كان حجر الحد في أول مشوار أن احنا اليوم نحتاج أن نفرز المباني وهي مباني حديثة الإنشاء في منطقة الحد، وتوفير كل الخدمات موجودة الحمد لله في المحجر. وابتدينا المشوار إلى عزل بعض الأمراض المزمنة لعدم وجود بعض الأجهزة والمعدات الطبية في الحجر، لأنه حجر يكون إقامة فعلية للمواطنين والمقيمين، فدائما الأمراض المزمنة لازم نوفر لهم الرعاية الصحية. فكان دوري اجتماعي ونفسي إلى المحجور عليهم في هناك، تحويلهم إلى بعض المستشفيات الخاصة اللي يكون من دور الحكومة أن توافر الأجهزة للأمراض المزمنة وكبار السن. فتم توفير حجر الحد إلى العوائل والأعمار اللي ما تفوق اللي هي مواليد 40 أو 60 أو في حدود 70. استاذ جلال، يعني يمكن احنا دائما معروف عن اهل البحرين ان احنا اهل فزعه، ودائما يمكن العمل التطوعي من الاعمال المحببه الينا، وشفنا هذا الشيء يعني خاصه في الازمات، يعني من بدايه اطلاق اللي هو المنصه الوطنيه للتطوع شفنا اعداد كبيره ومهوله من الناس اللي راحت فعلا تطوعت في كافه المجالات. لكن لما نسمع من الاصحاب يعني الناس اللي فعلا موجودين في الميدان ويشوفون الناس المتطوعين وكيفيه عملهم وكيفيه ادائهم، اكيد يعني هذا الشيء يشعرنا كلنا بالفخر لوجود مثل هذه الفئه بيننا في البحرين. فنبي نتكلم اكثر عن اقبال المتطوعين في المركز وشلون تشوف عملهم وادائهم. الحمد لله من اول يوم الى اليوم نتكلم عن المتطوعين عامه في البحرين، سواء المتقاعدين او اللي اليوم حتى يعملون في بعض الوزارات او الشركات. احنا دائما نتحفظ على اللي يشتغلون في الوزارات او الشركات نظرا لوجودهم في نوبه صباحيه في احدى الشركات والوزارات، وهذا يعني يتضارب مع مجال العمل. لكن دائما احنا نحثهم الحين حديثي التخرج، الطلاب الجامعيين اليوم الجامعات تسكرت فدائما تكون الكترونيه، فسخروا نفسهم طلاب جامعيين سواء كانوا في البحرين او كانوا مغتربين، اليوم كلهم رجعوا البحرين، وما شاء الله عندنا خريجين كفاءات تمثل 95% من الكادر المتطوع في حجر الحد الصحي. ومن خيرة الشباب والشابات من تخصصات سواء كانت طبية وإدارية أو أكاديمية أو إعلامية، اليوم موجودين مسخرين نفسهم في خلال 24 ساعة عمل، بعضهم يعني يفوق 16 ساعة عمل، وبعضهم يحب أن يكون 24 ساعة وموجود غرف إلى راحة المتطوعين متى ما حب أن يكون موجود في الحجر، وبعضهم يكون 8 ساعات، وبعضهم على حسب اللي هو احتياج الحجر من المتطوعين. يعني بالتأكيد أستاذ جلال، يعني احنا نتكلم عن العمل التطوعي ايضا خلال هذه التحدي اللي نواجهه سواء في هذه المراكز او في الاماكن الثانيه، نتكلم عن يعني دور صراحه كبير اللي قاعد يقدمونه المتطوعين. لكن لو سالتك على صعيد الخبره يعني في المستقبل، يعني شنو راح يضيف لهم هذه في يعني خبرتهم العمليه؟ اليوم اللي عندنا احنا الكفاءات الموجوده موجوده دائما في قسم الرعايه وقسم الاطباء، وموجود عندنا اطباء متقاعدين يشرفون على الاطباء حديثي التخرج، سواء كان حديثي التخرج من جامعه الخليج او من مصر، عندنا من ايرلندا، وعندنا من الصين، وعندنا من الهند وماليزيا وعده دول اخرى. اليوم ال3 شهور اللي مرت عليهم هم اللي يتخذون الرعايه الصحيه اللي هو الفحص الحراره وفحص السكري وفحص اللي هو، وايضا يستخدمون السواب اللي هي الفحوصات ايضا للكورونا في محجر الحد.
جميل. استاذ جلال، يعني عندكم هناك في المركز، نبي نعرف بعد نوعيه الاعمال اللي يقوم فيها المتطوعين. يعني احنا اليوم نقول يمكن 95% مثلا منهم يمكن في القطاع الطبي او القطاع الصحي، لكن اكيد في مجالات عمل اخرى ايضا يعمل فيها المتطوعين. وبعد نبي نتعرف على ردود افعال الناس المتواجده هناك وكيفيه تعاملهم مع المتطوعين، خاصه اذا ما قلنا ان البعض منهم قد يفتقر الخبره المطلوبه في هذا المجال، فكيف يتم التعامل معهم؟ اي اليوم اللي احنا وصلنا الى الشباب والشابات، اليوم هم حديثين التخرج، يحتاجون من يكون ياهم فريق مساند يكون عنده خبره عريقه في الخدمات. اليوم خلينا نكون واقعيين وننقل صوره الواضحه للمجتمع البحريني. حجر الحد قائم على حجر احترازي وايضا لحجر الحالات المصابه. اليوم الاقامه في حجر الحد تحتاج العامل النفسي اكثر من العامل الصحي. نعم. اليوم الفرق اللي عندنا موجوده، احنا كوننا هيكل اداري يتكون الطاقم من 179 متطوع في 3 نوبات. اليوم هذا العدد الموجود عندنا جزأنا الإدارة، قسم إدارة وقسم تنظيم إدارة وقسم إعلام وقسم رعاية صحية وقسم الأطباء وقسم التمريض، وأيضا عندنا قسم نظم المعلومات وقسم الخدمات وقسم المخازن وقسم أيضا الحراسات الأمنية وقسم إشراف المباني. هذه الأقسام وقسم الصيانة أيضا، لأن نحتاج لصيانة دورية في عدة الأجهزة الموجودة هنا. هذه الأقسام انبثقت وكوننا هيكل إداري لطاقم مكون من 179، وأيضا عندنا طاقم احتياطي. فالأطباء والممرضين اليوم يحتاجون فريق مساند. الطبيب اليوم ما راح يقدر يقوم بمهام نظم معلومات أو إشراف أو حراسات أمنية. صحيح. فاليوم القائم في حجر الحد العامل النفسي، وأيضا إحنا نوفر للمحجور عليهم هنا دائما المناسبات الوطنية مثل والعالمية مثل عيد العمال ومثل ناصبة رمضان ومثل له يوم التمريض العالمي ويوم المرأة، احتفلنا دائما أيضا بأعياد الميلاد للأطفال المحجور عليهم، دائما نفاجئهم نطرق الأبواب نفرحهم بأعياد ميلاد. ودائما يعني حافظتوا على الأثر النفسي، الحياة الطبيعية أي اللي ما تقدر تمارسها في المجتمع البحريني اليوم في الخارج إحنا نمارسها بكل طلاقة في حجر. بنتكلم بتفصيل عن الهيكل التنظيمي اللي حضرتك تفضلت فيه بالطبع، لكن بعد ما نشوف هذه التقرير مع مشاهدين الكرام. طبعا مشاهدين، الوعي والمسؤولية الوطنية كانت حاضرة وبقوة في كل تصرفات المجتمع البحريني، واللي كان بالفعل داعم لنجاح الشراكة المجتمعية للحد من انتشار فيروس كورونا. نتابع معكم هذا التقرير ونرجع لاستكمال حديثنا مع ضيفنا الكريم. أنا متطوع متخصص في مجال الاي تي، لبينا نداء الواجب والوطن، ومن بداية ما انتشر المرض الحمد لله جينا عرضنا خدماتنا. سجلت في بداية الأزمة في المنصة الوطنية والتحقت مع حجر الحد مع الشباب المتطوعين زين في التنظيم الإداري والدعم اللوجستي. مهمتي ما تقتصر حاليا على الدعم اللوجستي والتنظيم، قاعد أشتغل في كل الوظائف المتاحة للمتطوعين. طبيعة عملي هني غالبا يكون في العيادة، نفحص المرضى نشوف المرضى، إذا في أحد تعبان نروح نشوفه نشوف شو المشكلة اللي عنده، حالته مستقرة أو لا، حالته لها علاقة بكورونا أو لا، ونحول الحالة تحتاج تحويل نكلم الدكاترة المسؤولين عشان يحولونها. نحن هني أكثر من 120 متطوع تقريبا في حجر الحد الصحي. الدافع الوطني هو حب الخير للكل، لكل البحرين، مواطن مقيم وافد زائر، جتنا كل الأنواع في حجر الحد هني، وكنا في خدمة الجميع وبنبقى في خدمة الجميع، لأن هذه الجائحة تحتاج تكاتف الوطن كل الوطن، وإحنا أولاد الديرة ووقتنا هذا في أن نكون في هذا الواجب الإنساني. أشارك أخواني من فريق البحرين للتطوع، إحنا حاليا موجودين في حجر الحد نقوم بخدمة المواطنين والمقيمين في هذا الحجر على مدار 24 ساعة، نشوف احتياجاتهم. طبعا هذا نداء الوطن وإحنا نلبي، وهذا قليل في حق البحرين.
رجعنا لكم مشاهدينا مع ضيفنا العزيز في الاستديو استاذ جلال. يعني قبل ما نشوف التقرير مع مشاهدينا يمكن كنا نتكلم عن جانب جدا مهم، واتوقع انه يعني مثل ما دردشنا تحت الهواء انه هو جانب يمكن اقوى حتى من اي دواء من اي لقاح ضد فيروس الكورونا، وهو الجانب النفسي او العامل النفسي. اليوم المتواجدين في المركز محتاجين انهم يحسون فعلا انهم قاعدين يمارسون حياتهم الطبيعية وما في شيء تغير عليهم، وهم لفترة معينة راح يظهرون فيها. انا بودي نتكلم اكثر يمكن عن المتواجدين هناك، الانشطة اللي يعني ممكن تفاجئونها فيها، شنو ردود افعالهم، كيفية انهم قاعدين فعلا يلتزمون ايضا بالاجراءات الاحترازية، نبي نتكلم عنهم. احنا اليوم اللي ابتدينا فيه، اولا احنا دائما اذا من ننشئ اي فعاليات دائما الفعاليات تكون على نمط ان الاحترازيه والتوعيه دائما تكون في اولوياتنا. مثل كسبيل المثال اليوم عملنا ناصفه رمضان، وزعنا نوع البروشور على كل الغرف، المبنى يتكون من 32 غرفه وعندنا 8 مباني. فاحنا دائما الدور الخدماتي والدور اللوجستي اللي نكون احنا نوصل اليهم، التوعيه اهم شيء من اولوياتنا. دائما وصلنا لهم رساله ناصفتك بغرفتك، اللي يلتزم بهذا الشيء فهمت قصدي حصل حتى جوائز. سوينا نوع السحوبات حتى ايضا لبعض الاطفال، نوع مثل الميني ايباد وبعض الالعاب التويز وبعض الحلويات. فدائما اللي يكون يلتزم باللوائح الارشاد ويتبع التنظيمات دائما يحصل الحافز والجوائز. وبالعكس يعني حتى الناس هم نفسهم نقلوا هذه الصوره، وبعضهم ان التصوير هم منهم من نفسهم ينقلونها في المجتمع وفي السوشيال ميديا. اليوم الطابع الايجابي اللي يقدم من خدمات فريق البحرين في محجر الحد الصحي. جميل، يعني كان في تفاعل وايد قوي حتى من عندهم هم كمتواجدين. هم نفسهم دائما اللي ينقلون الصوره، كنا احنا دائما ما ننقل اي صوره اعلاميه من داخل لان خصوصيه المحجور أكيد. عليه دائما، اما الطاقم الطبي او الطاقم المتطوع يكون له خصوصيه خاصه في بعض التصوير الخاص فيما يكون ان المحجور عليهم. بس دائما ما لاحظنا اليوم انطلاق السوشيال ميديا في البحرين عامه، وايضا بعض الصحف اقتبست من السوشيال ميديا واخذت بعض الصور اللي هي تحث على الدور الايجابي في مجتمع البحرين. بالتاكيد يعني لا شك يعني احنا يعني وصلتنا العديد من الاشادات الدوليه، ولعل ابرز الاشادات يعني هي اشاده منظمه الصحه العالميه في بدايه يعني تعاملنا مع فيروس كورونا في البحرين. يعني هذه الاشاده ما هي من فراغ، يعني هم شافوا العمل اللي احنا قاعدين نقوم فيه في مملكة البحرين، وبالتأكيد يرجع الفضل أيضا للدور التنظيمي في مراكز الحجر. نتكلم عن نظام إداري متكامل وعمل مثل ما قلت يعني عمل مؤسساتي قاعدين تبذلونه وتقومون فيه في مركز الحجر. كلمنا أكثر عن هذا الجانب أستاذ. الجانب التنظيم الإداري يعني دائما اللي نحث عليه في أي منظومة عمل سواء كانت شركات أو أفراد أو وزارات، كخبرتي في هذا المجال اليوم الطبيب ما يقدر يكون إلى قاعدة يمد منها الرعاية الصحية بدون ما يكون عنده تنظيم إداري. لأن اليوم أنت في الكوارث لازم يكون عندك منظمين في الأساس يكون لك قاعدة متينة، يكون الطبيب بأريحية والممرض أيضا بأريحية توفير كامل الخدمات الموجودة في الحجر. احنا اليوم ابتدينا في حجر الحد في بداية مارس، كان نفتقر لأبسط الأمور اللي ما كانت موفرة، لأن أنت في حدث جديد على البحرين وعلى العالم كله. فقدرنا الحمد لله بالتعاون مع فريق البحرين وأيضا التعاون مع الشركات والأفراد، كون إن عندي علاقات عامة كبيرة تمتد إلى 26 سنة، فصارت الفزعة من الشركات والأفراد والمؤسسات والجمعيات اليوم في خدمة حجر الحد الصحي. حجر الحد الصحي أنت في منطقة سكنية، منطقة تجارية تحتاج بعض الطابع اللي يكون فيها طبيعة، فيها أمور خدمات تخدم المحجور عليهم في المنطقة. وفرنا لهم الخدمات اللي هي الرياضية، سوينا لهم منتزهات، سوينا لهم ألعاب الأطفال الخارجية، الحشائش الاصطناعية، أيضا المرافق مثل خدمات الخيمة اللي هي نعتبرها احنا الخيمة الثقافية، واليوم راح تتوفر فيها ألعاب اللي هي جيم مبسط للمتطوعين أيضا، لأن اليوم المتطوعين يمارسون أيضا بال 12 إلى 16 ساعة، فيحتاج يكون فترة تكون إن تكون رياضة وتفصل بين العمل وبين العامل النفسي أيضا للمتطوعين. وأيضا وفرنا عدة خدمات موجودة اليوم لكلها، يعني الواي فاي في كل الغرف متوفر، التلفزيونات، اليوتيوب في التلفزيونات موجود، كل الخدمات اللي يحتاجها اليوم المواطن البحريني، وتوفير المشروبات في كافة المباني وفي كل الأدوار، وأيضا المشروبات الساخنة والباردة، وأيضا كل الخدمات يكون المحجور عليه اليوم وموفر لنوع الصندوق في حين دخوله المحجر كامل تلبية الخدمات اللي هي الأساسية اللي يحتاج لها الواحد في الإقامة.
جميل. يعني لما نسمع هذا الكلام بسام اكيد احنا يعني نقول يعني الحمد لله دائما ان احنا في مملكه مثل مملكه البحرين، وايضا توفير خمس وجبات ايضا للمواطنين في المحجر، الثلاث وجبات الرئيسيه وفي وجبتين اللي هي مثل السناك والحلويات اللي هي ما بين الفطور والغداء وبين الغداء والعشاء، دائما تكون وجبات استثنائيه. ناهيك عن بعض البرامج او الهدايا البسيطه العينيه دائما اللي يسمونها الحريم، حتى الحريم قاموا يتعودون عليه ان كبار السن اليوم ما يبتون لنا صوغه، اليوم ما يبتون لنا، فدائما نفاجئهم كل اسبوع دائما في برامج وفعاليات سواء كان للمتطوعين وايضا للمحجورين. جميل، يعني احنا الحمد لله يمكن قاعدين ناخذ الجانب الايجابي والجانب المشرق من هذا التحدي، لانه فعلا هو المطلوب. يعني دائما نحاول احنا نبتعد عن ما هو السلبي، لان السلبي راح يرجعنا ورا، واحنا دائما نحتاج الى دفعه الى الامام عشان كلنا نقدر نجتاز هذا التحدي بنجاح. يمكن قبل شوي تفضلت استاذ جلال تكلمت لنا عن جانب جدا مهم اللي هو السوشيال ميديا. السوشيال ميديا من يعني احد المنصات اللي اليوم تتداول فيها جميع الاخبار، تتداول فيها جميع الامكانيات والانجازات اللي تقوم فيها اي دوله. مثل مملكه البحرين تعاملها الذكي جدا مع هذه الجائحه، امكانياتها الكبيره جدا وناسها الاكبر اللي فعلا بينوا يعني تلاحمهم وتعاونهم الكبير، احنا اليوم محتاجين نظهر هذا الجانب. يعني من وجهة نظرك يا متطوع وتقومون بجميع هذه الأعمال التطوعية الجميلة واللي تلاقي فعلا يعني ردود أفعال أجمل من الناس المتواجدين، شو المطلوب منا احنا اليوم خاصة في كيفية التعامل مع السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا اليوم احنا اليوم دائما أبدأ فريق البحرين بمكتب النائب الأول لسمو ولي العهد الأمين جهود جبارة، وأيضا أتاح لنا الفرصة اليوم وسمع الأخبار عن حجر الحد وقالوا كل إمكانياتنا الإعلامية وتسخير الخدمات الموجودة في حجر الحد وكل المحاجر راح نكون بالتنسيق معكم وإبرازها بالصورة المشرفة للبحرين. اليوم العامل الإيجابي في السوشيال ميديا لازم يكون اليوم إظهاره. بعض للأسف للأسف الشديد اليوم احنا بعض الحسابات في السوشيال ميديا حسابات سلبية، حسابات تتبع اللي هي رواد المتابعين والتحريك الحسابات فاليوم اي والاشاعات المغرضه. دائما احنا نحث الناس ودائما اللي يتناقلون الاخبار الغير مدروسه انه يكون من مصادر رسميه، مو وقت اثاره يعني مو وقت اثاره اليوم. نعم، يعني تكلمنا عن الجانب يعني اللي يخص السوشيال ميديا، لابد ان نذكر ايضا الجانب الرقمي. البحرين يعني أدرجت العديد من المشاريع الرقمية اللي ساعدتنا صراحة وايد في التعامل مع الأزمة وتسهيل الكثير من الأمور. إيش كثر يعني استفدتوا وفادكم تطبيق مجتمع واعي؟ المجتمع واعي فادنا التطبيق دائما أن احنا وبعض المحجور عليهم احنا حثيناهم على تطبيق هذا في التلفونات، بعضهم ما يعرفون الخدمة. نعم، فاحنا قمنا نوفر هذه الخدمة الإلكترونية وعندنا فريق مختص من الآي تي والإعلام مختص إلى برمجة معظم التلفونات للمواطنين، ودائما المتابعة تكون متابعة رسمية من مصادرها الموثوقة. هذا اللي دائما ننقله الى المواطنين المحجورين، وهذه يعني اعطتنا وابرزت البحرين عالميا. اليوم البحرين تقدمت بين الدول، واللي انا من متابعتي الشخصيه سواء للتغريدات او السوشيال ميديا اليوم البحرين سباقه في تقديم الخدمات والتوعيه، والمصدر الشفافيه يكون من الجهات الرسميه. دائما ما تثير بعض الحسابات ردود المواطنين والشك في بعض المصادر، لكن اليوم احنا نلجا للمصادر الرسميه الموثوقه في مملكه البحرين. جميل، يعني عودة أيضا إلى موضوع الهيكل التنظيمي واللي هو 179 شخص موجود معاكم في المركز هناك وبمختلف المجالات. مثل ما قلنا أن في بعض المجالات يمكن المتطوع نفسه يفتقر اللي هو التدريب أو يفتقر الخبرة، فإحنا اليوم كيعني جهة يعني إعلامية أو كجهة تشرف على هذا العمل محتاجين أن احنا نزود المتطوعين بالخبرات، محتاجين أن احنا نعطيهم التدريب اللازم عشان يقدرون فعلا أنهم يقومون بواجبهم داخل المركز بشكل صحي، وحتى يعني يساعدون نفسهم ويساعدون الآخرين. عملية تدريبهم، عملية تأهيلهم، هذا الجانب كيف يعني تتعاملون معه؟ هذا الجانب اللي نتعامل مع كافة المتطوعين، هم معظم المتطوعين يمثلون تقريبا 85% من المتطوعين من الكادر الطبي. فاليوم احنا ما نحتاج هذا ال 85% في الكادر الطبي، عندنا قسم خدمات، عندنا قسم اللي هو الحراسات الامنيه، عندنا قسم نظم المعلومات، فاحنا وزعنا هاي الاطباء، بعضهم يكونون في تخصصات الرعايه والفحوصات، وايضا ان تكون صفه دوريه كل اسبوع يكون في قسم الخدمات يتحول لقسم الرعايه ولا في قسمه، عشان يكون منظومه عمل متكامله وخبره تكون بين الافراد. والحمد لله اليوم اللي عندنا جامعيين، يعني شباب واعي ومتفهم.
احنا موجودين في الحجر، واحنا نكون دائما ليكون تدريبهم يكون على مدار الساعه يكون موجود، او يضع في الشفتات الثانيه اللي نكون كنا احنا في اول ايام النوبتين نمارس النوبتين المسائيه والى الصبح لاخر الليل. المتطوع القديم يدرب المتطوع الجديد، احسنت دائما هذه الخبره. نعم. ممتاز. وتدوير، عندنا عملية تدوير عشان كسب الخبرات لكافة، لأن اليوم معظمهم قلت لك من الأطباء، فنحتاج أيضا نمرهم على الرعاية وعلى الأطباء على الفحوصات الموجودة. ولكن بعض الأطباء ما عندهم مشكلة في توزيع الوجبات أو تنظيم الخدمات أو تعقيم المباني. أنت اليوم عندك ناس يعني عندك دخول وخروج يوميا من المحجر، يعني عندنا ديسشارج يوميا يطلعون من المحجر ما يفوق يعني 70-30-40 على حسب العدد الموجود. إنزين، هاي يحتاج إلى تنظيم غرفهم أيضا في نظم المعلومات، برمجة الغرف اللي تم الانتهاء منها وإعادة إدخال له المرضى. ممتاز التاني. ممتاز. إحنا يعني أستاذ نبي يعني تنقل لنا الصورة أكثر بشكل تفصيلي، يعني أنتوا قاعد تقومون بدور بطولي للأمانة، وكلكم أبطال اللي موجودين حاليا المتطوعين، وإحنا قاعد نوثق هذا الشيء، وزارة الإعلام أيضا قاعد توثق من خلال مركز الاتصال الوطني. في عملية توثيق قاعد تحصل حاليا للقصص البطولية اللي قاعد تحصل الحين، بس نبي تنقل لنا يعني وتروي لنا بعض القصص اللي صارت يعني خلال فترة وجودك، يعني 3 شهور لو بد انه صار شيء، يعني احداث صارت جميلة يعني ودنا ننقلها حق المشاهد. اليوم احنا صارت عندنا عدة احداث، في احداث مثل الجميلة اللي قلت لك فاجأنا بعض المواطنين في يعني قبل لا يكون بداية رمضان، فاجأنا المواطنين بتجهيز وتزيين المحل في اجواء رمضانية. الناس نفسها نقلت للسوشيال ميديا وللمجتمع الخارجي، وانطلق في معظم حسابات مملكة البحرين في تجهيز محجر الحد في استقبال شهر رمضان، وأيضا في استقبال العيد. أيضا استقبلنا العيد بأفراح مع المواطنين الموجودين، وأيضا مارسنا الدور أن في الأطفال الصغار في عيديات الأطفال ومفاجآت بعض الحلويات، فنعيشهم الدور اليوم الاجتماع. هذا اللي يفرح دائما المتطوع اليوم والمواطن اليوم، شنو اللي قاعدين يقدمونه من أبنائهم المتطوعين. ترى احنا في الأول والأخير دائما ننصح المواطنين اليوم، ترى اللي قايمين على الحجر الحد دائما من العامل النفسي، وبعضهم يعني نمتص الغضب اللي موجود عند الناس، لأن من الضغوطات النفسية أنت عليك شلون تعالج وشلون تمتص غضب المواطن اللي طالع من مشكلة وضغوطات وتفكيره، فدائما تبعد عن التفكير السلبي اللي موجود فيه في المرض، دائما ان تقول ان انت ما فيك الا العافية وهذه الامور شده وتزول وهالامور هذه كلها، فدائما نفاجئ شنو احتياجاته وشنو رغبته نحققهم لهم دائما على ارض الواقع من متطلبات. جميل يعني، وبالفعل احنا اكيد يعني نشد على ازركم، واكيد يعني نقدم لكم كل التحية والتقدير على الدور الكبير اللي تقومون فيه، واكيد يعني هذه مو شيء غريب على اهل البحرين، دائما اهل البحرين في وقت هذه التحديات وقت الازمات دائما ما يقفون صفا واحدا، وخاصه في مثل هذه التحدي الكبير. يعني استاذ جلال، لو بغينا كلمه اخيره توجهها اليوم لكل من يتابعنا، شنو ممكن تقول لهم اليوم، ان كان عن العمل التطوعي، ان كان عن اي شيء فيما يختص بهذه الجائحه؟ اليوم نقول للمجتمع البحريني وإلى كل متطوع، اليوم واجبنا الوطني اللي احنا نقوم فيه، أنتم معانا ودائما نوصل للمواطنين والمتطوعين معانا بالمحجر، دائما رسالتكم وجهودكم الدافع المعنوي اللي تقدمونه لنا والدافع اللوجستي والتموين اللي قاعدين تقومون فيه، أنتم أيضا في الصفوف الأمامية. احنا دائما ما ناخذ الشيء إلا دائما من المجتمع، وتربينا على اللحمة الوطنية، اليوم اللي نقدمه للبحرين ما نوفي في حق البحرين، فنتمنى أن اتباع اللوائح والإرشادات اليوم في المجتمع البحريني واتباع مجتمع واعي والنظم والقوانين الموجودة في مملكة البحرين وعدم التهاون في هذه الأمور لصحة الجميع، وإن شاء الله تعود البحرين أفضل بتكاتفنا خلف قيادتنا الرشيدة بإذن الله. بإذن الله. وإحنا يعني من جهتنا يعني نتوجه لكم بالشكر الجزيل على اللي تبذلونه خلال هذه الفترة، ولا شك أن هذا الجهد يعني راح يعني مثل ما قلت راح يوثق وراح يخلد في التاريخ بلا شك. شكرا على حضورك معنا السيد جلال كاظم المنسق الإعلامي في مركز الحد للحجر الصحي، شكرا على يعني تلبية الدعوة وحضورك. الله يطول عمركم، واجبنا، ونشكر وزارة الإعلام وقيامكم بهذا الدور الوطني المشرف اليوم، واحنا دائما بالعكس نكون في الصفوف الأمامية لخدمة البحرين وأهلها. شكرا لك. شكرا لك. طول عمرك. مشاهدينا الكرام، نطلع مع هذا الفاصل ونرجع لاستكمال باقي فقراتنا. ترى البحرين تستاهل. عشان البحرين. البحرين أمانة. ترى الديرة تستاهل. ديرتنا أمانة. أمانة في أعناق الجميع. هذه مسؤولية تجاه وطنك. البحرين أمانة. البحرين تستاهل. عشان البحرين، عشان أمي، عشان أبوي، عشان كل واحد نحبه، إحنا هني.
متواجد في مقري في الدوام لأكثر من 12 ساعة في اليوم. نعمل ليل ونهار من أجل حمايتكم. نوفر لكم الراحة والعلاج. إحنا موجودين ونحارب هني. هدفنا سلامتكم وراحتكم. دورنا هو استمرارية الخدمات الصحية للجميع في مملكة البحرين. سهرانين من أجلكم. حطوا يدكم بيدنا، خلنا نحمي ديرتنا. أحبتي التزموا بتوجيهات المختصين. صار لي أكثر من شهر ما أقدر أحضن عيالي. وتواصل على مدى 24 ساعة مع فريق العامل في مراكز العزل. نسهر علشانكم ونتعب علشانكم، خلونا إيد واحدة. أثر الماسك هو تعب، بس تعب حلو، تعب بطعم الشجاعة، تعب من أجل البحرين. دورنا كأطباء مهم، لكن أرواحنا بين إيديكم. نحن نسهر علشانكم. ساعدونا نحمي البحرين. علشانكم إحنا متواجدين هنا. نسهر عشانكم. نعمل من أجلكم لنصل بالوطن إلى بر الأمان. احمي نفسك واحمينا. صحتكم أمانة، البحرين بعد أمانة، عدكم وعدنا. ربي يحفظنا ويحفظ هذه الديرة. اللقاء جميل كان مع أستاذ جلال كاظم، وهو يعني صراحة يعني من المتطوعين اللي يعني يقدمون جهود كبيرة، وجزاه الله خير. يعني قبل الله يمشي مشاهدينا أصر على أنه يعني، وأنا أصريت بعد كذلك أن أستلم من عنده هذه الشارة اللي إحنا كل يوم يعني نفتخر أكثر وأكثر في اللي يحملون هذه الشارة، شارة المتطوع، وإحنا كلنا متطوعين لأجل ديرتنا ولأجل يعني سلامة المواطنين فيها. يعني بالضبط بسام، يمكن أنت اختصرت كثير من الكلام اللي أنا كنت أبي أقوله، بس يعني أنا كنت أتمنى بعد أن يعطوني واحد. على العموم طبعاً إحنا دائماً إحنا نقول أن يمكن العمل التطوعي كان دائماً هو سمة من سمات يعني الشعب البحريني، ولكن يمكن مثل ما قلنا برز بشكل كبير جداً خلال هذه الفترة، وهذا هو المؤمل. فيعني هذا شيء مهب غريب، وعليك بالعافية باللي عندك. الله يعافيك، بتوصلك بتوصلك إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، أيضاً راح ننتقل إلى دور الصحافة المحلية، واللي الحقيقة قاعدة تلعب دور كبير في ارتقاء المجتمع، ولها دور بارز كذلك في زيادة الوعي والتثقيف انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية من خلال ما تنشر عبر صفحاتها المطبوعة ومنصات التواصل الاجتماعي. واليوم فريق الإعداد اختار لنا أحد المقالات بصحيفة الأيام قلم محمد بن دينا بعنوان المسؤولية الاجتماعية وأزمة كورونا. خلونا نتابع بعض ما ذكر في هذا المقال وراجع لكم. أثبتت أزمة كورونا التي تضرب العالم كله أن الفرد هو خط الدفاع الأول ونقطة البداية لحماية المجتمع، وهو أمر تؤكده أدبيات العلوم الاجتماعية، والتي تشير إلى أن القيم والتي تمثل الإطار المرجعي لسلوك الأفراد والجماعات يكتسبها الإنسان من خلال تعامله في المجتمع والظروف التي تحيط به، وتؤثر في مستوى تفكيره وسلوكياته، ويختلف الإيمان بها من شخص إلى آخر حسب حاجاته وخلفيته الاجتماعية. وقد يتطلب الأمر هنا التوقف مع العلامة ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع ومقولته في مقدمته الشهيرة: إن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر، إنما هو الاختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حال إلى حال، لكن تبقى قيم المجتمع والتي يعد الاتفاق عليها من مظاهر وحدته وتماسكه محوراً رئيسياً في تعاملاته مع كافة الظروف والأزمات. وتتصدر المسؤولية الاجتماعية هذه القيم، وتعني الشعور بأهمية الدور الذي يشكله الفرد في المنظومة الاجتماعية، وأنه مكلف بالعديد من الواجبات لتحقيق الأمن المجتمعي. وفي هذا السياق تشكلت قيمنا المجتمعية البحرينية في إطار مجتمع حيوي لديه رصيد حافل من القيم الاجتماعية، من بينها التسامح، التعددية، وقبول الآخر. وتجلت المسؤولية الاجتماعية بكل وضوح خلال تفاعل المجتمع البحريني مع أزمة كورونا، حيث بدت على السطح نماذج رائعة من إنكار الذات والتسابق على تحمل المسؤولية، وإن كان الأمر قد تفاوت من شخص إلى آخر حسب ظروف الفرد وإدراكه. ويمكن قياس ذلك من خلال التزام المواطنين بالتعليمات والإرشادات،
والتي وضعت من أجل تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، أي من أجل سلامة الفرد بالدرجة الأولى، من منطلق أن في سلامته سلامة للمجتمع ككل. نبي البحرين، نعم حنا العيون.
حياكم الله من جديد. إشادة دولية واسعة النطاق حظيت بها جهود مملكة البحرين للحد من انتشار فيروس كورونا. بالفعل بسام، يعني هذه الإشادات ما جت إلا أن هي كبرهان تجسد مكانة البحرين الرائدة وقدرتها في مواجهة الكوارث والأزمات، انطلاقة من إيمانها التام بأهمية الوفاء بالتزاماتها من أجل مصلحة الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين عبر تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. نعم رقية، بالتأكيد يعني خلونا مشاهدين نتابع معاكم هذا التقرير اللي يرصد أبرز ما صرح به سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مملكة البحرين. نتابع. تجربة البحرين المتميزة بتوفير حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من دون أي تمييز، ساهمت إلى حد كبير في تحجيم وتقليل الأضرار السلبية الناتجة عن هذه الأزمة. بالإضافة طبعاً بسام إلى أن هذه المرحلة الاستثنائية عززت بشكل كبير من علاقات المملكة بدول العالم، لأن اليوم كل شخص على أرض مملكة البحرين قاعد يحظى بالاهتمام والفحص المجاني والعلاج من دون أي مقابل. وعشان نتكلم أكثر عن اهتمام البحرين بالمقيمين، يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد ياسر شعبان، سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين. مساك الله بالخير سعادة السفير. مساء النور سيادتك على حضرتك وزميلك والسيدات والسادة المشاهدين، أهلا وسهلا يا فندم. يا هلا وسهلا فيك سعادة السفير. في البداية بدنا أن احنا يعني نتكلم معك أن شلون تشوف تعامل مملكة البحرين واهتمامها بالجالية المصرية، يعني خاصة في مثل هذه الأوضاع الاستثنائية. والله يا فندم دعيني بداية يعني كيفما طبعا كان لي شرف الحضور مع حضراتكم في لقاء سابق، يعني كل مواطنين هنا بيعتبروا أنفسهم يعني في وطنهم الثاني، وده الحقيقة يعني أمر ملموس ومؤكد يعني على مر طبعا العقود ومنذ أزمنة طويلة. فيما يتعلق بأوضاع الجالية، دعيني طبعا أبدأ أن احنا أولا احنا كسفارة دورنا وجاليتنا أن احنا أولا نكون عنصر مساعد طبعا وفي ضوء الإجراءات السريعة والواضحة والدقيقة اللي خدتها اللجنة الوطنية برئاسة سمو ولي العهد منذ الأيام الأولى، يعني منذ 3 أشهر أو أكثر، إحنا كنا حريصين على أن إحنا نكون دايما مساعدين في نشر هذه التعليمات والتوعية بها من خلال صفحتنا على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال القسم القنصلي، لأن احنا كنا متأكدين من هذه النقطة أن كل المقيمين داخل مملكة البحرين هم في النهاية سيلقون ذات المعاملة وذات الاهتمام
من السلطات البحرينية الشقيقة كافة، سواء كانت سلطات صحية أم غيرها، وهو ما تحقق بالفعل منذ اللحظات الأولى. بمعنى ده أترجمه في الآتي، أن كافة الإجراءات الصحية التي كانت تطبق على المواطنين البحرينيين من فحص وتوجيه ورعاية ومتابعة منذ لحظات الوصول كانت بتطبق أيضا على أشقائهم المصريين في نفس الشيء. لو لا قدر الله ظهرت حالات محتاجة عزل أي مكان نوع العزل، كان بيلقى نفس المواطن المصري ما يلقاه شقيقه البحريني، سواء يعني اضطرته ظروف الإصابة للتواجد في مناطق الحجر الصحي أو في مناطق العزل. نعم جميل، إذا تسمح لي سعادة السفير أنا ودي أقف عند هذه النقطة، يعني نتكلم فيها يمكن بالنسبة عن الإجراءات اللي تم اتخاذها من قبل حكومة البحرين في هذه المرحلة الاستثنائية، مثل ما تفضلت أن المواطن والمقيم كان التعامل على حد سواء، فكيف ترى تأثير يعني هذا الشيء على المقيمين للحفاظ على صحتهم؟ والله يا فندم أنا ما أرى، أنا أقدر أستطيع أن أنا أتكلم على مستوى الجالية المصرية. هذه الإجراءات يعني أثبتت نجاحها وفعاليتها طبعا، يعني ده مش كلامي، دي شهادات دولية وبتؤكدها نسب الشفاء العالية جدا اللي تخطت 50 أو 55%، واللي جعلت التجربة البحرينية نمرة 2 مثلا أو 3 في مقدمة الدول في هذا الأمر. ولكن اللي عايز أقوله حضرتك ده انعكس إيجابيا جدا 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 على الجالية المصرية. الجالية المصرية أو يعني ما دعينا نسميها بالجالية أو التعبير القانوني يعني أو التعبير القنصلي ما تعرف عليه، ليست بالجالية الصغيرة داخل مملكة البحرين. وإذا قسنا هذه الجالية وحجمها هي ليست كبيرة أوي طبعا مقارنة بالجاليات الأسيوية، ولكنها يعني لا تعد جالية صغيرة. إذا قسنا هذه الجالية ومستويات الصحة والرعاية التي توفرت ليها، وأنا ما لمست شخصيا من اتصالات حالات بي ولا صلة لها بالكورونا، أنا بتكلم على حالات تلقت علاج من سواء متابعات حمل إلى آخره، ده هينعكس في نقطتين مهمين جدا. أولا انخفاض نسب الإصابة تقريبا نقدر نعتبرها 5 في الألف أو 5 في 25 ألف، ده دليل ويؤكد إن إذا كان عندنا جالية قوامها مثلا 20 أو 25 ألف، لما يبقى فيها 3 أو 5 إصابات وكلهم يشفوا، ده نجاح كبير جدا جدا جدا. وده أيضا يعكس إن الشريحة دي، وهي شريحة متنوعة، في منها العمالة البسيطة وفي منها العمالة النوعية، في منها الأطباء الصيادلة إلى آخره. فدي النقطة الأولى. النقطة الثانية إن دخول كل هؤلاء عندما كان المجال الجوي مفتوح كان دخولا الحمد لله ميسرا، لأنه طبعا هم التزموا بالتعليمات، وأيضا من خلال المتابعة الدقيقة الحمد لله كل الحالات اللي جاءت سواء كانوا لأشقائنا البحرينيين أو المواطنين المصريين الحمد لله كانت كلها حالات يعني سليمة وفي إطار التزامها بالإجراءات الصحية ومتابعتها، أيضا المتابعة اليومية كانت طيبة جدا. دعيني أضرب مثل، إحنا كان لدينا زملاء في السفارة حضرتك رجعوا قبل 19 مارس وقت غلق مطار القاهرة، كانت متابعتهم من قبل السلطات الصحية البحرينية خلال فترة العزل المنزلي 14 يوما، يعني أنا الحقيقة كنت يعني مندهش، يعني الاندهاش الإيجابي طبعا، اندهاش يعني المعتز والفخور بهذه المتابعة. ده مواطن مصري، مواطن مصري داخل يعني هو في النهاية مسجل كمواطن مصري، المتابعة اليومية، السؤال عليه بشكل يومي، دي النقطة 3. نقطة 4 أيضا، إن لو لا قدر الله سجلت أي حالة حتى لو كانت حالة مخالط لشخص في عمارة ما، لقى أيضا نفس العناية والرعاية. تواصلي أنا شخصيا مع قيادات وزارة الصحة وكلاء الوزارة المعنيون في حال مثلا علمي بحالة معينة، استجابتهم السريعة جدا لي والرد علي بمعلومات وافية بالحالة بالقدر العلاجي الذي قدم له، بانتهاء مثلا فترة العزل أو الحجر الصحي، تواصلي، تسهيل تواصلي أنا معه شخصيا بشكل مباشر، منحه أيضا الفرصة للتواصل معنا أو مع أسرته إلى آخر هذا الكلام، وده طبعا أمر طبيعي يعني من خلال طبعا سواء تليفونه الشخصي أو ما غيره.
ايضا دعيني برضو اؤكد على نقطه مهمه جدا جدا، مستوى الرعايه الصحيه في يعني يمكن ده يكون بعيد عن ولكن ده نقطه مهمه جدا لا تتعلق بحقوق الانسان ورعايه المملكه لحقوق الانسان. مستوى الرعايه الصحيه المقدمه في النزل الخاصه بالمحكوم عليكم دي ايضا نقطه مهمه جدا، وطبعا يعني مدى الكفاءه اللي مشكوك بيها، والحمد لله حاله الاطمئنان على الحالات اللي موجوده هناك. نعم عفوا للاطاله، تفضلي فندم. جميل، يعني سعاده السفير احنا اكيد نشعر بالفخر الكبير لما نسمع هذه الاشاده الجميله يعني من سعادتكم، ودائما ما هي البحرين احنا دائما نقول هي وطن الجميع وهي حاضنه للجميع، ودائما يعني يمكن احنا ناكد على ان العلاقات ما بين مملكه البحرين وجمهوريه مصر العربيه هي علاقات يعني قويه وعلاقات متينه ولله الحمد، ولكن يعني الى اي مدى سعادتكم ممكن ان تشوفون او تعتقدون بان هذه المرحله الاستثنائيه تعزز من العلاقات الثنائيه بين مملكه البحرين وجمهوريه مصر العربيه؟ طبعا يا فندم بلا شك، يعني زي ما سيادتك ذكرتي العلاقات يعني شديده الوثوق والتواصل يعني دائم والحمد لله. فيما يتعلق بالعلاقات الثنائيه دي مجالها طويل وباعها طويل يعني، ولكن بالتاكيد احنا عندنا المجال الصحي وده بالفعل احنا بدانا فيه تواصل، والتواصل ايضا موجود بين قيادات وزاره الصحه البحرينيه ووزاره الصحه المصريه. احنا من خلال ما تنشره من تقارير اللجنة الوطنية أو من التقرير اللي عدته وزارة الخارجية البحرينية عن جهود مكافحة الفيروس على مستوى البحرين نقلناها لوزارة الصحة المصرية، على أساس طبعا هم الأقدر بتحديد أوجه الاستفادة والطرح اللي ممكن أن احنا ننتقل إليها. أيضا نستطيع أن احنا من خلال التواصل الافتراضي من خلال فعاليات لو على المستوى الثقافي نعزز هذا الأمر، وبالتأكيد هذه الثقافة والآثار يعني أيضا وإحنا متواصلين معها نستطيع أن احنا نعزز هذا الأمر. أيضا طرحنا بعض المواقع الإلكترونية المصرية اللي بتقدم خدمات كبث افتراضي على الجهات البحرينية المعنية للاستفادة منها في هذا الأمر. هذا ما يحضرني الآن. ولا أريد أن أطيل يعني، تفضلي. بالعكس يعني إحنا سعيدين جدا بهذا الكلام لأن بالفعل يعني كلام منابع من القلب وأكيد وصل لجميع مشاهدينا. سعادة السفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة، شكرا جزيلا لك ولجميع ما تفضلت فيه. ومشاهدينا ننتقل معكم الحين إلى بسام واللي راح يستعرض ويانا آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين. تفضل بسام. شكراً رقية. بالتأكيد مشاهدينا راح نستعرض معكم آخر إحصائيات وزارة الصحة حتى اليوم السبت 6 يونيو 2020. أجرت مملكة البحرين أكثر من 361 ألف فحص، وهي النسبة اللي تتفوق بها البحرين على أكثر دول العالم تأثراً بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. بلغت الحالات القائمة 5303 حالات، والحالات المستقرة منها بلغ 5289 حالة، فيما يبقى 14 شخص تحت العناية واللي طبعا تمنى لهم الشفاء العاجل يا رب العالمين. أما الحالات القائمة اللي تتلقى العلاج تبلغ 82 حالة. كذلك أيضا عدد المتعافين حتى اليوم وصل إلى 9056 متعافي من فيروس كورونا. أما الوفيات 24 وفية، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. يعني حصيلة حالات اليوم السبت في مملكة البحرين راست 548 حالات جديدة، منها طبعا 286 حالة لعمالة وافدة و219 حالة للمخالطين و43 حالة للقادمين من الخارج، وكذلك أيضا تعافي 471 حالة. وكذلك أيضا مشاهدينا لا ننسى بالطبع تسجيل حالتين وفاة. هذه كل اللي عندي وعودة لك رقية. شكرا لك بسام، يعطيك العافية، ودائما نردد ونقول الله يحفظ البحرين ويحفظ أهلها ويديم علينا دائما يا رب نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه.
كثيرة هي الأسئلة اللي دائما ما نحس فيها ودائما يعني نحس ان احنا ودنا ان احنا نستفسر عنها لانها تكون بالنسبة لنا شوية مبهمة، خاصة في هذا التحدي وفي هذه الأزمة الصحية اللي نمر فيها. ففي كثير من الأسئلة اللي تدور في البال، ولا شرايك بسام؟ بالتأكيد، يعني احنا من طبعا بدايات هذه حرصنا في البرنامج، حرص فريق الإعداد الله يعطيهم الصحة والعافية، انهم يخصصون فقرات عديدة صحيح تجاوب أسئلة الناس الصحية واللي يدور في بالهم طبعا اكيد، وكذلك ايضا للرد على الاسئله المتداوله، واكيد الاطباء يعني ما راح يقصرون ويانا وراح يعطونا الاجوبه الوافيه. طبعا السؤال اليوم راح يرد عليه الدكتور محمد البلتاجي استشاري طب الاطفال، انتابع. الحصول على قسط كافي من النوم من العوامل الهامة جدا لجهاز مناعي يعمل بكفاءة لمقاومة الأمراض. الطفل بيحتاج على عدد ساعات من النوم بتتراوح ما بين 8 إلى 10 ساعات، كلما صغر عمر الطفل كلما زاد عدد ساعات اللي بيحتاجها للنوم. النوم ونسميه السليب هايجين أو النوم الصحي يجب أن يكون في الليل. النوم في الليل هام جدا للجهاز المناعي لأن فيه هرمونات مهمة جدا بتفرز فقط أثناء النوم في الليل، منهم هرمون النمو وهرمون الكورتيزون وهرمون الميلاتونين. الهرمونات دي هامة جدا للأداء الجسم بوجه عام، نمو الجسم خاصة الجهاز المناعي. اضطراب النوم بيؤدي إلى أثر سلبي على الجهاز المناعي. الجسم بيستجيب للعدوى بأنه بيعمل نوع من الحمى. الحمى هذه برغم أنها قد تخيف الأهل لأنها هامة جدا لرفع كفاءة الجهاز المناعي. الخلايا المناعية مثلا نيوتروفيل بتشتغل على أفضل وجه في درجة حرارة أعلى من 38 درجة مئوية. طيب الطفل اللي هو عنده inverted sleep rhythm أو ينام بالنهار ويصحى في الليل، ده للأسف بيحرم من الاستجابة المناعية الكافية اللي بتخليه يتجنب العدوى، بمعنى أن استجابته حتى للحمى بتكون ضعيفة، بالتالي استجابته للميكروبات بتكون ضعيفة. النوم مش بس مهم جدا للحماية من العدوى، لا، النوم أيضا مهم جدا للتعافي من العدوى، بمعنى أن الجسم بيستجيب بصورة أقل في الأطفال اللي هم بيعانوا من صعوبات النوم أو عندهم ما يسمى بالانفيرتد سليب ريثم، وللاسف منتشر اليومين دول نظرا لان الدراسه معطله والمدارس مش شغاله، فبالتالي معظم الاطفال بيناموا بالنهار وبيصحوا في الليل، وهذا خطا شديد جدا وتاثيره السلبي على الجهاز المناعي تاثير كبير. النوم هام جدا جدا جدا، يجب على الاهل ان هم يراعوا ان الطفل ياخذ كفايته من النوم وخاصه نوم الليل. شكرا طبعا للدكتور محمد البلتاجي استشاري طب الاطفال على جميع ما تفضل فيه والاشياء طبعا اللي وضحها لنا. ايش عندنا الحين بسام؟ الحين طال عمرك بننتقل طبعا مع مشاهدينا الكرام مثل ما عودناكم دائما الى اللقطات الجويه المباشره والحصريه لبرنامج مجتمع واعي. اليوم طبعا وكالعاده يعني بننتقل الى عاصمتنا الحبيبه المنامه لنقل هذه المشاهد الجويه لشوارعنا مبانينا ويعني المنظر الحضاري الجميل لمنامة الخير. نخليكم مشاهدينا مع هذه اللقطات ونرجع نكمل باقي فقراتنا.
فرحة البحرين ما فيها جلوس، كلنا بنقوم فرحة وامتثال، ويا هجوس الشعر قومي يا الهجوس، والجواب يعلمك معنا السؤال، فرحة البحرين ما فيها جلوس، كلنا بنقوم فرحة وامتثال. We'll be right back.
مواصلين معكم مشاهدينا فقراتنا لهذه الليلة، وعلى الرغم من الخسائر الكبيرة لتفشي فيروس كورونا الجديد على مستوى العالم، إن كانت يعني خسائر بشرية أو مادية أو اجتماعية واقتصادية، لكن لهذا الوباء بعض النواحي الإيجابية، وتحديدا يمكن فيما يتعلق بالجوانب النفسية. بالتأكيد رقية، يعني في عدد من خبراء علم النفس أكدوا وجود آثار مفيدة للناس من هذا التحدي الصحي المتمثل في فيروس كورونا، وارجع السبب إلى طبيعة الإنسان الخيرة وقدرته على كذلك التكيف والتطور والتعافي. احنا بنتكلم أكثر حول الجوانب الإيجابية لفيروس كورونا، ويسرنا يكون معنا في الاستوديو ضيفنا العزيز الدكتور خالد إسماعيل العلوي، وهو استشاري الإرشاد النفسي والأسري. مساك الله بالخير دكتور، والساعة المباركة. مساكم الله بالنور ويعطيكم العافية، ومشكورين على برنامجكم حقيقه وعلى كل الخدمات اللي تقدمونها. الله يسلمك. شرفنا دكتور طبعا في مجتمع واعي. يعني اذا تكلمنا بشكل عام الازمات، يعني سواء اي نوع من الازمات، يعني هل ممكن يكون لها يعني اثار ايجابيه وتبعات ايجابيه بالنسبه حق يعني لنا احنا كبشر؟ يعني هو سؤالكم وايد قوي صراحه. وايد سؤال قوي ويحتاج إلى طبعاً يعني تفاصيل كثيرة، لكن إحنا بنحاول نختصر ونحاول نلم الموضوع في جوانب معينة. طبعاً قبل لا أبدأ، أنا يعني موضوع يعني الكورونا والأزمة هذه أو الجائحة، طبعاً هناك في جوانب يعني في آثار نفسية على البشر، والبشر مثل ما إحنا نعرف في فروق فردية بينهم ويختلفون. يعني شوف الإدراك عند الإنسان يختلف عن الإنسان الآخر ويختلف عن الآخرين. يعني سبحان الله رب العالمين، إحنا يعني ميزنا عن الكائنات الأخرى، إحنا ككائن بشري عطانا العقل نعم. هذه اللي إحنا نقدر نوزن أمور كثيرة في حياتنا، وإذا استطعنا فعلا أن نستخدم هذا العقل في مكان الصحيح وبمنطق صحيح وبعقلانية، أنا أعتقد أمور كثيرة راح تنتهي، بل بالعكس تتحول إلى الإيجابية بدل السلبية. طبعا إدراك الإنسان يعتمد، يعني أنا دائما أقول أن في مواجهة هذه الأزمة أو أزمة الكورونا، في عندي ثلاث فئات حقيقة، أو يعني ثلاث استجابات مختلفة. يمكن في سلوك يبدر من الناس في لا مبالاة، عدم الاهتمام بالمرة وعدم الإحساس أيضا حتى بالمسؤولية، هذا رقم واحد. رقم اثنين، في ناس يبالغون في تفكيرهم وفي إدراكهم للأزمة نفسها بمشاعر قلق والخوف اللي يصيبهم خوف يعني أكثر من اللازم، مبالغ فيه. هذه رقم اثنين، وهذه أيضا شيء خطأ. نتكلم عن الجانب الثالث اللي هو الإنسان اللي يتفاعل، اللي عفواً يستجيب. هاي الرقم اثنين كان يتفاعل مع المشاعر، مشاعر القلق أو مع الأزمة أو الكارثة أو أي كانت. رقم ثلاثة اللي هو فعلاً لما يستجيب للحدث أو للمشكلة، فبالتالي يستطيع أن يتأقلم ويتجاوب مع الأزمة بشكل جيد، حتى يستطيع أن يدرك بشكل جيد في كيفية حلحلة الأمور والمشاكل هذه، وفي إيجاد مخرج أو حل معين حق الأزمة هذه. وأنا طبعا يعني يمكن حتى كانت لي مداخلة في السابق وتكلمت وأشرت إلى هذا الموضوع، وأقول أتمنى من أولياء الأمور أنهم يطبقون هذه الاستجابة الثالثة، اللي هي كاستجابة مش كتفاعل. أنا لما تفاعل مع الشيء معناته أن أنا خلاص يصير عندي ددني، عندي نوع العقل يتوقف، لا يستطيع أن يفكر، فيعيش في قلق دائم ويتوسع القلق أكثر وأكثر. لكن لما نيحق الاستجابة تكون بشكل جيد، إنه هو بشكل طبيعي تكيف بالضبط، تكيف. فإحنا لما نتكيف نقدر نوجد حلول. الآن إحنا أعتقد إحنا أمام أمر واقع، والدولة ما قصرت حقيقة، قدمت كل ما لديها من كل الإمكانات وبذلت جهود كبيرة وما زالت تبذل، وانتوا ناس ايضا من ضمن الفريق العمل اللي قاعد يشتغل. نعم. كاعلام. شكرا. احنا لما نقول حق الناس البشر، خلونا ناخذ مبدا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ليش ما ناخذ هذا المبدا
ونتكلم عن لما أنا عندي قضية معينة، عندي مشكلة معينة، أنا أكمل الآخر. أنا الآن دور الدولة، الدولة قدمت لي وأتاحت لي كل الإمكانات من النواحي الصحية، الاقتصادية، النفسية، الاجتماعية، قدمت لي. الآن باقي دور بسيط جدا مني أنا كمواطن. أولا أنا أحمل مسؤولية لولي الأمر أو رب الأسرة. أنت كرب الأسرة بالعكس أنت كمل دور الدولة في خلك صريح مع عيالك. في ناس يمكن يقولون أن اليهال هل ممكن نقول لهم الأطفال الصغار هل نقدر نقول لهم أم نخبي عنهم أو لا؟ دائما خلونا نكون صريحين. أنا لما أعطيه عن مخاطر السيارات مثلا أقول لا تطلع قدام السيارة، لا تطلع في الشارع بالطريقة هذه، أنا واعي ولا أخوف أقول لا تطلع بالمرة عشان لا يتخوف ولا تصير عنده عقدة الخوف أنه يطلع برا. نفس الشيء بالنسبة للجائحة أو المرض، مرض الكورونا، نفس القضية. أحاول أوعي الأطفال، أعلمهم على المكاشفة وعلى المصارحة وأوضح لهم الأمر حتى لو كبروا بعدين في المستقبل، لو يعني واجهوا أي أزمة كانت، مش فقط أزمة الأمراض، حتى ممكن تكون كوارث أخرى يعني. صحيح. فبالتالي هو يكون مهيئ ومستعد لمواجهة هذه الأزمة وعارف شلون يتصرف مع أحسنتي، يكون عارف هذه الأشياء ويكون يعني نابع من صدق. صحيح. وبعدين طبعا أنا كرب أسرة أستطيع أن أخلق أجواء كثيرة في البيت. لا حد يقول والله ترى ملينا، عيالنا ملوا ومش عارف ما، ترى والله أنا أقول سبحان الله هذه يمكن إجازة إلهية، سبحان الله يعني رب العالمين يمكن يعني أعطانا هذا الفرصة أو المجال أن احنا نعيد النظر أيضا في علاقاتنا مع عيالنا، مع أسرنا داخل البيت، سلوكنا بشكل عام. أحسنت، يعني لازم احنا نشوف روحنا أيضا احنا شكثر كنا غايبين عن البيت، واليوم احنا يدورنا احنا كآباء وكأولياء أمور وكأمهات والمهم الأسرة ككل ان احنا ونوجدنا في هذا الظرف. اذا علينا ان احنا ايضا يعني نخلق جو يكون جو أسري صحيح وطبيعي. يعني ترى كل الأيام اللي مضت وراحت اللي قبل يمكن ما كنا نلتقي قد الحين، شوف هاي سبحان الله رب ضارة النافعة، صار الآن عندنا الوضع والظرف مهيئ جدا أن احنا نلتقي بعيالنا، نشوفهم، نشوف سلوكياتهم، نعلمهم أشياء كثيرة سواء من ناحية التربوية الاجتماعية، نقترب منهم. دكتور احنا ابتعدنا عنهم وايد وشغلاتنا الدنيا، ولكن احنا اليوم يمكن هذه مجال جميل ان احنا نستعيد هذه العلاقات الحلوة. يمكن يعني دكتور المتتبع اللي يعني جميع خلينا نقول الحالة البشرية اللي مرت على العالم بأسفل، يمكن مثل ما تفضلت لأن مرينا بهذه الثلاثة المراحل في البداية، يمكن كانت عندنا ردة فعل قوية، يمكن بالغنا في بعض السلوكيات، والحين وصلنا إلى مرحلة التكيف والتأقلم. صحيح. ولله الحمد. نرجع دكتور يعني حق نقطة ما بعد إن شاء الله يا رب، يعني ما تنقضي علينا هذه الأزمة إن شاء الله، وإحنا قادرين إن شاء الله نحن نجتازها بنجاح، لكن هل صحيح دكتور إن حتى ما بعد ما نتجاوز هذه الأزمة أيضا في تحديات نفسية ممكن نمر فيها؟ شوفي أنا أشكرك على هذا السؤال، وكنت يعني أتوقع منكم هذا السؤال لأنه هو بعد الكورونا وبعد الأزمة هذه. أنا اللي أخشى شيء واحد، وحين لما أنت قلتي تكيفنا، يمكن غالبيتنا نعم تكيفنا صحيح، لكن ما زال ترى في ناس هناك اللي للحين استهتاره يمكن زاد عن السابق أكثر، لأنه قال والله إحنا جينا وطلعنا وسوينا مش عارف، رجع الوضع طبيعي، رجع إيه. أوكي، هذه أنا ما أبي يبالغون في هذا الجانب أيضا، ولا الناس تبالغ أيضا في خوفه أكثر من اللازم. إحنا نرجع إلى الحالة الطبيعية اللي أنت تفضلتي فيها إن إحنا نكون متكيفين مع الوضع. نرجع فيما بعد هذه، طبعا أنا واعدك إن إن شاء الله إذا استضفتوني في حلقة إن شاء الله بعد الكورونا بذكركم، بقول لكم ترى شوفوا أزمة مرت، ما في أزمات تدوم أو تستمر. كل يعني أنا أبي حتى الأخوة المشاهدين وكل الناس ترى يعني تفهم هذا المعنى، هذه إنه ما في شيء اسمه أنا أخاف على طول أو أكون أنا عندي هاجس خوف مستمر إنه والله إيش بسوي بعدين، إيش بسوي. ترى الحياة بترجع طبيعية إن لم تكن أفضل من قبل.
وهذه أنا أقول لكم لأن الإنسان أصبح أكثر وعيا من السابق، وأمور كثيرة راح يمكن يتخلى عنها، أمور كثيرة راح يعني يستجد فيها، راح يتمسك فيها أكثر. نعم. بالضبط. نعم دكتور، يعني لو سألتك يعني نتكلم عن يعني فلسفة يعني التعامل مع الأزمات بشكل عام، يعني شلون نكون كبشر أكثر مقدرة على يعني امتصاص بعض نقول خلينا نقول الصدمات اللي تحصل في إطار أي أزمة كانت، ويعني وبالتالي ايضا يعني تحويلها الى يعني خلينا نقول سلوك بشري افضل، بالنظر ايضا لبعض يعني الامور، يعني التفاوت يعني قد يكون بالنسبه يعني للتفاوت معنوي، تفاوت مادي بين يعني فئات متعدده من البشر، فشلون نقدر نحقق هذا الامر؟ شوف اخ بسام، عندك الله يسلمك انت، اي ازمه كانت او خلينا نقول اي توقع، لو افترضنا حطينا افتراض معين ان في كارثه معينه راح تحدث، ترى الـ 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 يعني الهول والتضخيم الامر بيكون وايد اكبر من لما يكون شيء يحدث. دائما في كل شيء انت حنشوف، تخيل لو انت تقول والله بتسمع صوت، مثلا صوت انفجار او صوت شيء معين، انت تنتظر، لما تنتظر تتوقع ان فعلا شيء بيكون مخيف وهائل، لكن تخيل لما يصير الحدث يحدث مثلا الصوت هذا، شوف انت تشوف نفسك ان تقول انا ما كنت يعني متوقع ان كذي بيمر او بيكون الصوت كذي يعني يعني يكون بهالسهوله يعني. دائما التوقع كان يقول بس هاللون بس دي الصوت كان بالضبط بالضبط. كثير من الناس مثلا لما يقول لهم في شيء حدث ما راح يصير او شيء، لا نروح بعيد، مثلا قبل فتره في حتى في التسعينيات في ايام الازمات الحرب ما حرب وكذا، ناس كثيره راحوا استعدوا استعداد غير شكل يعني. لما مرت الامور صحيح، ترى يعني احنا لا نستهين بالحروب ولا نستهين بالكوارث ولا نستهين فيها، ولكن انا اتكلم من ناحيه السيكولوجيه، من ناحيه النفسيه، اي شيء في توقع دائما نهول من الشيء ونضخم من الامر اكثر من اللازم، نبالغ فيه، لكن لما يحدث الشيء نشوفه كان الأمر جدا بسيط وعادي. البعض يسمي استعداد، يعني استعداد، بس يرجع إلى الاستعداد النفسي عند الإنسان نفسه. نعم. يعني في ناس تشوف هنا الخبرة تفيد وايد. نعم. لما الإنسان ما مر بالخبرة هذه يكون طبعا وضعه يختلف عن الإنسان اللي مر بالخبرة دي وعرف وحدث له ومر بمواقف كثيرة. نفس الأزمة الحالية الحين مثلا، لو الله لا يقول طبعا، لا قدر صار في شيء مثلا في المستقبل او في هذه، اللي مروا بالظروف ذي بيكون عندهم استعدادهم النفسي غير عن الاستعداد النفسي حق الاخرين اللي ما عندهم وما مروا، فهذه الفرق بين الجانبين. ولكن في يعني في شيء في مجمله وبصوره عامه، احنا لا نخاف، يعني احنا عايشين تحت رب العالمين، رحمه رب العالمين. احنا ما اعتقد في الإنسان، إن طبعا أنا ما أقول يعني الواحد يهمل الشيء ويخلي نوع من الاتكالية، يقول لا خلاص أنا محمي وهذه كذا، لا إحنا في النهاية بشر، رب العالمين أعطانا عقل ونفكر ونوزن الأمور بعقولنا وبشكل منطقي، يعني يكون جدا في عقلانية عشان نوازن الأمور ونعرف شنو اللي لنا وشنو اللي علينا. فاحنا الان يعني في وضع، ولله الحمد احنا في بلد، يعني انا افسر حتى تشوفوا، يعني لما الدوله اعطتنا مجال سمحت لنا ان احنا نطلع ونروح، ما في حظر ولا في شيء، ايش معناته هذه؟ معناته الدوله تثق في مواطنيها، تثق في البشر، ان ترى انتم ناس قد المسؤوليه. نعم. وانتم محافظين على المسؤوليه وقادرين على انكم انتم فعلا تلتزمون. هذه احنا نشكر الدوله على هذا يعني هذه الثقه. فلا نعتقد نقول والله لا ترى فيه اهمال في كذا، لا ما فيه اهمال، بالعكس الدوله مهتمه من كل الجوانب، وانا ما ببالغ في 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 ما شاهدته وما ما ما شفته، وكلنا ندري طبعا اللي سوته الدوله حق المواطنين. فلله الحمد احنا يعني بخير الحمد لله.
الحمد لله احنا امورنا بخير، ويمكن بعد دكتور احنا يمكن ناكد على نقطه ان احنا دائما يمكن ما نخلي مشاعرنا تحكمنا، ان كانت مشاعر خوف ان كانت مشاعر يعني قلق هي اللي تحركنا وتسيرنا. مثل ما تفضلت عندنا عقل ونقدر يعني فعلا نحسب خطواتنا بشكل صحيح وناخذ بالامور، ويعني في النهايه كل شيء في يد رب العالمين، وان شاء الله الله الحافظ وحافظ هذه المملكه ان شاء الله ويحفظ اهلها ان شاء الله. احنا اكيد راح نستكمل كلامنا معاك دكتور، ولكن خلونا نشوف هذه التقرير مشاهدينا ونكمل بعدين حديثنا الشيق جدا والممتع مع الدكتور خالد العلوي. قد يزعج الناس ويبدو لهم انه من غير المناسب أن يطلب منهم الاسترخاء في وقت معين يمرون فيه بلحظات من التوتر النفسي أو العاطفي الشديد. هذا هو الحال عندما يتحدث البعض في هذه الأوقات عن البحث عن الجانب الإيجابي لفيروس كورونا المستجد، بينما يواصل حصد أرواح ضحاياه في معظم أنحاء العالم. إلا أن خبراء في علم النفس يرون أن أزمة الفيروس التاجي يمكن أن يكون لها بعض الآثار المفيدة للناس، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، في ظل الأمل المعلق على الإنسان بطبيعته الخيرية في جوهره وفي قدرته على التكيف والتطور والتعافي. وتشير الخبيرة النفسية ومؤسسة المعهد الأوروبي لعلم النفس الإيجابي دافني كاتالونيا أنه يمكن معالجة التحديات الجديدة من خلال العلاج بالمعنى الوجودي الذي يركز على التغلب على الصراعات والمواقف التي تجعل الإنسان يشعر بمعاناة وتجد لها معنى وجودياً وتحولها إلى فرص للنمو. وتقول خبيرة علم النفس بيلار كوندي إلا أن الشعور بأننا جميعاً مترابطون وأن ما يفعله شخص يؤثر على الآخر وأننا جزء من وحدة عالمية واحدة يساعد على تطوير التضامن والكرم والإنسانية والوحدة. ومن جهتها تنصح الخبيرة النفسية بمعهد IMEO ماريا جونزاليث بإيجاد هدف خلال هذا الوباء والتفكير في القرارات التي اتخذناها أو نرغب في اتخاذها من الآن فصاعدا بهدف جعلنا أكثر وعيا ومسؤولية عن حياتنا وعن عالمنا. وتقول جونزاليث إنه يجب أن يكون واضحا لنا أن عقولنا مستعدة للتغلب على مواقف أكثر تعقيدا بفضل القدرة الهائلة على التكيف التي نمتلكها. يعني يمكن دكتور تابعنا معك التقرير السابق اللي عرضناه مع مشاهدينا، ويمكن أكثر من يعني خبير في علم النفس أكدوا أن بالفعل ممكن هناك جوانب إيجابية كثيرة نخرج منها من أي أزمة أو من أي يعني جائحة. لكن السؤال يمكن أنا ما أعرف هو سؤال صعب ولا بيكون حتى سؤال سهل، شلون إحنا اليوم ممكن نحول هذه الفرص أو خلينا نقول التحديات إلى فرص للنمو والتطور؟ شلون ممكن إحنا نحولها والناس تتخوف من هذه الأمور؟ سؤالك حلو، مو بش اسمه صعب. لا 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 بالعكس، انا مو محضر جاي ترى امتحنوني مثل ما تبون. هو طبعا كل حاجه يعني هو شيء معروف في علم النفس، كل حاجه نقدر نحولها الى جانب ايجابي وجانب مفيد لنا. يعني سبحان الله في ساعات انا يجوني ناس في العياده مثلا يقولون لي في حصلنا كذا ومش عارف كذا واحنا الحين ايسنا واحنا ما عندنا امل في كذا وما، والله اقول لهم شوفوا مثلا من هذه الامور دي كلها عندكم خلينا نقول نفترض ان 10-15 شيء عندكم، شيء واحد حلو زين حاولوا ذي هذه الشيء الحلو ركزوا عليه، لا تخلون الاشياء الثانيه تنسف لكم الشيء الحلو ذي، دائما خلوا الجانب الجميل امامكم دائما تفائلوا فيه. ساعات في ناس يجون يقولون احنا حياتنا حلوه وفي منتهى التفاهم مع يعني الزوجين مع بعض وفي كذا كذا، بس في شغله واحده كذي كذي اقول لهم ما عليه، اذا كانت مراه مثلا او كان رجل اقول لهم ما عليه، انت الحين حط الكف هذه في كفتين وشوفوا قيس الاثنين، اذا شفت هني عندك ارجح واكثر، شو اللي يخليك تفكر في شيء واحد ينسف لك كل هاي الاشياء الجميله تنساها؟ نفس الـ 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 الكوب اللي فيه الماء النص والهذي ايش كثر الانسان يكون متفائل وكذا. فامور كثيره احنا للاسف الشديد
دائما ننظر إلى العقبات وننظر إلى العوائق أكثر مما ننظر إلى الإيجابيات والإنجازات والأشياء الخيرة والأشياء المفيدة. مجرد نقول هذا الشيء البسيط ذي هذه مخرب معكن حياتي وزعجني ومخليني أنا ما فنحول كل شيء. أنا دائما حتى لما كنت في أيام ذوي الاحتياجات الخاصة كنا في جمعية وكنا في مجالنا لما كنا نعمل في جامعة الخليج دائما نقول المعاق لازم ما ننظر لإعاقته، ننظر إلى شيء بسيط يقدر يسويه نقول هذا هو إنجاز كبير. هذه اللي نحييه على هذا الإنجاز اللي سواه لو كان شيء بسيط. شوف إيش كثر له تأثير أثر نفسي إيجابي على الطفل ذي المعاق، إيش كثر هذا الإنسان ممكن يعطي المزيد وممكن ينتج وممكن يكون إنسان يعني معطي في المجتمع أكثر ما هو يكون عبء أو يكون معاقة أو شيء من هذا. فأنا يعني في تقديري دائما أقول الأمور ننظر لها بصورة إيجابية مهما كانت، حتى لو أنا وقعت في مشكلة ما أقول أوكي هذه المشكلة أنا وقعت فيها خلنا استفيد منها كدرس، أتعظ من هذا الشيء اللي أنا أخطأ في أوان اللي فعلته حق المستقبل. نعم بالتأكيد دكتور، يعني إحنا يعني اكتشفنا مواطن قوة كثيرة عندنا ولله الحمد خلال هذه الجائحة وخلال تحديات أيضا أخرى مرينا فيها ولله الحمد. هذه اللي يعني حضرتك قاعد يعني تتكلم عنها اللي هي نقاط القوة والتركيز على نقاط القوة. اليوم دكتور إذا خصينا بالذكر طبعا الوضع الاستثنائي اللي إحنا فيه، هذا التحدي الصحي خصوصا في هذه المرحلة اللي تتطلب مسؤولية أكثر من الفرد نفسه، فلو يعني تكلمنا عن أهمية أن الفرد يكون يعني واعي بنسبة 100% بهذا التحدي ثم مسؤوليته كفرد تجاه المجتمع. شوف أخ بسام، أنت الحين كإنسان عندك نظام معين، عندك قواعد معينة تمشي عليها. خلينا نقول في قوانين مثلا انوجدت في الدنيا، في قوانين سنت واعتمدت وشرعت من اجل شنو؟ من اجل مصلحه الانسان نفسه. اذا انا استوعبت وفهمت هذا الجانب ذي، يعني شوف فلسفه القانون، مو انا اوجدت قانون بس من اجل ان انا عاقب واخذ جزاءات واخذ يعني غرامات او ما شابه ذلك، لا، هو لو الإنسان تمعن أكثر من ذلك في مفهوم القانون نفسه، في يعني عرف أن هذا القانون يحمي ولا كان أدرك أشياء معاني كثيرة من المخاطر اللي تمر عليه. على سبيل المثال خلنا نفترض أن الإشارة الضوئية لو كانت حمراء نص الليل ما مش لا شرطة ولا كاميرات ولا في شيء، الإشارة حمراء وما مش سيارات، هل أعدي أمشي أطلع؟ والله أنا أنتظر. هني الرقابة الذاتية مهمة. أنا إذا راقبت ذاتي وقدرت أن أنا أحمي نفسي كثير وقدرت أن أنا أحترم القانون اللي وضع من أجلي أصلاً. قانون ذي يحميني، مو القانون ضدي أو القانون يترصدني أن أنا يأخذ علي غرامة إذا أنا عديت الإشارة، لا، هذه لحمايتك يا مواطن يا إنسان اللي عندك العقل ذي استخدمه واستثمر هذا العقل في مكان الصحيح. هذا اللي احنا نتكلم عنه. فالجائحة موجودة وشئنا ما بينه، في شيء موجود الآن، أوكي، يجب أن نكون نعيش الواقع. هذا الواقع شيء يتطلب منا أن احنا نستخدم عقولنا. إذا أنا قدرت أحمي نفسي وعارف شلون أطلع وشلون أكون عندي نوع من التباعد الاجتماعي وش كثر أقدر ألتزم بالإرشادات والتعليمات اللي يعني كثر خيرهم صراحة، سواء كان فريق البحرين الطبي أو أنتم الإعلاميين أو كل البشر اللي قاعد اليوم يخدم، ولهم الشكر صراحة وأدي لهم تحية ذلين كل البشر اللي قاعدين يأدون. يعني يمكن إحنا شوي بعيدين، إحنا مو في الصف الأمامي مثل ما يقولون، ولكن إحنا على الأقل نقدر نتكلم من جانب تخصصنا ومجالنا، يعني نوعي الناس ونفهمهم نقول لهم ترى أنت يا إنسان عندك المقدرة أنك أنت تحمي نفسك وتحمي أسرتك وتحمي الآخرين أيضا، وأنت مش مسؤول عن نفسك فقط بعد، أنت مسؤول عن الآخرين في نفس الوقت.
يعني إذا أدركنا هذا الشيء أكيد دكتور بنوصل فعلا إلى مجتمع واعي، لأن مسؤولية الفرد اليوم النابعة من نفسه ومن ذاته أكيد راح تأثر على سلوكياته وراح تأثر على تصرفاته مع جميع من حواليه، والفرد هو طبعا يمثل المجتمع، وإحنا في النهاية بنوصل إلى هذا المجتمع اللي فعلا إحنا اليوم قاعدين نعول على وعيه وعلى حسن تصرفه في مثل هذه الأزمات. الدكتور خالد إسماعيل العلوي استشاري الإرشاد النفسي والأسري، شكرا جزيلا لك واللي تفضلتي، يعطيك العافية. شكرا. ومواصل معكم مشاهدينا برنامج ولكن من بعد هذا الفاصل. مختبرات الصحة العامة هي المختبرات المعتمدة لفحص فيروس الكورونا COVID-19. الطاقة الاستيعابية للمختبر بلغت 3500 تحليل في اليوم الواحد. يعمل المختبر على مدار ال 24 ساعة. تقوم عملية الفحص على تقنية حديثة تسمى بتقنية البوليمريز تشين رياكشن الـ PCR. هذه التقنية تعد من أحدث التقنيات العالمية الموصي بها من قبل منظمة الصحة العالمية لفحص هذا الفيروس. مختبر الصحة العامة المجهر الذي لا ينام، حيث لا مجال للخطأ أو نقص في الأداء. تقدرون تعتمدون علينا في إجراء الفحوصات، بس إحنا نعتمد عليكم في اتباع التعليمات. مشاهدينا، هناك الكثير من المصطلحات الطبية اللي نسمعها ويمكن أغلبنا يجهل معناها. فريق إعداد مجتمع واعي خصص لنا فقرة عن المصطلحات الطبية، وكل يوم برد علينا طبيب متخصص ويشرح لنا أحد هذه المصطلحات. ويصرنا يكون معنا عبر السكايب من العاصمة اللبنانية بيروت الدكتورة مادونا مطر، رئيسة الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية، وبتشرح لنا أكثر عن مصطلح التباعد الاجتماعي. تابع لبرنامج مجتمع واعي. اليوم بدنا نحكي على الكورونا فيروس والتباعد الاجتماعي. التباعد الاجتماعي كتير مهم يبقى، لأنه نحن بنعرف إنه الكورونا ما خلص ولا بعد رح يخلص السنة. يعني بدنا نرجع على الحياة الطبيعية، بس بدنا نضلنا منتبهين، بدنا نضلنا بعاد عن بعضنا إذا فينا، على القليلة متر لمترين، وإذا ظهرنا من البيت ورحنا محل في عجقة لازم نلبس ماسكات. ليه هالشي؟ لأنه في كتير ناس برهنت الدراسات إنه 20-30% من الناس ممكن يكونوا حاملين الفيروس الكورونا بزلاعيمون، وبعد ما بينت العوارض أو ما رح تبين العوارض، يعني 20% من الناس ممكن يكون عندهم كورونا قبل ما تبلش العوارض بكم يوم. فيهم يعدوا. كيف واحد بيعدي؟ مش بس إذا سعال وعطس، كمان إذا واحد بيحكي، إذا واحد عم يحكي على صوت عالي ممكن هيدا الفيروس يبقى حواليه. يعني إذا واحد مش لابس ماسك وأما قريبين منه فينا نتنشأ هالفيروس. مشان هيك لازم عطول يبقى التباعد الاجتماعي. كل ما عجقت، كل ما في ناس عم تحكي وعم تضحك عم تسعل، في ناس صوتها عالي صوتها، ممكن يضل هالفيروس حوالينا بالهواء نتنشأه من بعضنا. مشان هيك لو الشخص اللي قبالي منه ساخن لازم يبقى التباعد الاجتماعي هلا لحديت ما نخلص من هيدي البانديمي تبع الكورونا. وكمان غير انه منلبس ماسكات اذا في عجقه، ما تنسوا غسيل الايدين بشو ما دقينا، لان اذا واحد غراض وعم يسعد في حواليه غراض، دقيت بمسكه باب، فتت على المول شوبينج، شو ما عملته دقيته بغراض، ما بنعرف مين دقق فيهم قبل، ما بنعرف إذا حدا كان ساعل حاطط إيده على تمه ودق بهالغراض بيجي أنا بدق فيهم وراه. كمان لازم يبقى معنا نغسل إيدينا على طول، أما مطهر كمان لنغسل الإيدين وين ما رحنا وين ما جينا بشو ما دقينا. المهم ما ندق بوجنا ولا بالعينين ولا بالمنخار ولا بالتم، لأنه الفيروس بده يفوت من هونين. إذا دقيت بشي ممكن يكون عليه الفيروس وحكيت عيني، أما دقيت بمنخاري بوجي ممكن ألقط الفيروس. يعني التباعد الاجتماعي مهم، كل ما واحد ما كان قريب من الثاني كل ما يخف الخطر انه يلقط الفيروس اذا الثاني قبله معه الفيروس. وعطول الايدين نضاف، بنكون هيك حاميين حالنا
على القليل 90%، يعني بخف كثير الخطر. ونحن متفقين الناس الساخنة، الناس اللي عم تسعل، الناس عم تعبانة عندها حرارة، بتبقى بالبيت بتشوف الطبيب، ما بتظهر على المجتمع تعدي غيرها، ما بتروح على الشغل. كل ما واحد حس في شيء غلط بده يبقى بالبيت، بده يحكي الطبيب ويتأكد منه ما عنده كورونا أو ساخن. حياكم الله من جديد. العديد من الجهود بذلتها وزارات ومؤسسات مملكة البحرين جاءت بهدف تسهيل الإجراءات والمعاملات في ظل التحول الرقمي والتوجه العام والحديث في تطبيق المعاملات الإلكترونية اختصاراً للوقت والجهد. في هذه الجانب بدأت أمانة العاصمة تنفيذ مبادرة نخدمك بدارك لتقديم الخدمات لكبار السن وذوي الهمم في منازلهم، وتم تحديد أكثر من 16 خدمة لتقديمها من خلال هذه المبادرة في حرص الأمانة على تقديم خدمات توعية وتحقيق رضا المستفيدين، واللي تعد من أولويات اهتمامها اللي تعمل على تحسين جودة العمل وتطويره. للحديث أكثر عن هذه المبادرة يسرنا أن يكون معنا في الاستديو السيدة زهراء عبد العزيز رئيس التنسيق والمعلومات بأمانة العاصمة. مساء الله بالخير، حياك الله معنا. الله يحييك سيدة زهراء. يعني في البداية نبي نتكلم عن يمكن هذه المبادرة وشن هي الخدمات اللي تقدمها هذه المبادرة تحديدا. طبعا بدأت هالمبادرة فكرتها من فترة قبل طبعا أزمة كورونا. احنا عندنا مركز خدمات المراجعين، بعد ما صار في تقييم للمراكز الخدمة، طبعا أمانة العاصمة فازت بالمركز الفضي من بين تقييم المراكز الخدمة الحكومية، فكان سعينا ان نحاول ان نطور خدماتنا بشكل افضل، نسرع وتيره توصيل الخدمه للمراجعين. فبدت الفكره ان نحاول اول شيء نتحول الى التحول الالكتروني، التكامل الالكتروني. فكانت في مبادرات وتعاون مع اداره نظم المعلومات بشؤون البلديات، ما قصروا معنا للامانه، وحاولنا نبدا بتحويل معظم الخدمات الى انظمه الكترونيه. ومع بداية أزمة كورونا شوي زادت سرعة التحول الإلكتروني، صار العمل يعني ما شاء الله في فترة قصيرة تحولت تقريبا معظم خدماتنا اللي تقدم على الكاونتر من خلال مركز خدمات المراجعين إلى أنظمة إلكترونية، فصار ما يحتاج أن المراجع يزور شخصيا موقع البلدية عشان يقدم خدماته. صرنا نتابع سير العمل في المركز، شفنا فعلا ان هذه الخدمات قدرت ان تقلل عدد المراجعين بنسبه كبيره. طبعا مع خلال هالثلاث شهور من خلال متابعتنا بدات النسبه تقل 20% 30% الى بعض، في بعض الخدمات قلت النسبه ب 90% تقريبا، يعني صارت تحولت الى الكتروني، المراجعين ما صاروا يجون المركز لتقديم خدماتهم. فمن خلال متابعتنا حق الفئات اللي لا زالت تجيب نفسها عشان تقدم الخدمة تبين أكثرهم من المسنين، يمكن لأن الخدمة متاحة لهم إلكترونيا بس ما عندهم المعرفة لدخول على الأنظمة أو ما عندهم الأجهزة اللي ممكن تساعدهم في البيت عشان يوصلون حق هالخدمات. فيات الفكرة أن نساعد معهم. طبعا البداية كانت من خلال برنامج بيزنس واتساب، بعض الموظفين من نفسهم اللي موجودين في الواجهة الأمامية اللي يكونون اتصال مباشر مع المراجعين، المراجعين اللي كانوا يجونهم مثلا حتى اذا مستنداتهم ما كانت مكتمله ما كانوا يرجعونهم، هو لازم المستندات تكون مكتمله عشان تقبل الخدمه، بس بعد كانوا يتعاونون معاهم ويرجعونهم كل ما على بقبل مثلا الطلب بس طرش لي بقيه المستندات عن طريق البزنس واتساب. طبعا احنا فعلنا حق جميع الموظفين خاصه اللي في الصف الامامي اللي يقدمون الخدمات مباشره للجمهور، فعلنا لهم كلهم البزنس واتساب وتم الاعلان عن جميع ارقامهم من خلال برامج التواصل الاجتماعي، وزيدنا شوية التوعية وكثفنا الوعي للمواطنين خلال الأزمة الأخيرة اللي صارت، على أساس أن نحاول قد ما نقدر نقلل عدد المرتادين حق المركز. فكانوا الجماعة هم متساعدين معهم، فحبينا بعد أن نوصل الخدمة بعد أكثر لفئة معينة اللي هم ذوي الهمم والمسنين، نكون أقرب لهم أكثر. ف
فيات فكرة المبادرة نخدمك بدارك. ممتاز. طبعا هذه المبادرة تتضمن العديد من الخدمات، خدمات مختلفة، معظمها خدمات تقديم تراخيص بمختلف أنواعها، سواء تراخيص البناء أو تراخيص الخدمات البلدية، إضافة حق بعض الخدمات المالية منها استرجاع التأمين، فتح حسابات الرسوم البلدية، إفادات السكن. إيش كثر ساعدكم يعني أستاذة؟ يعني تتكلم عن 16 خدمة، أنت ذكرتي مجموعة من هذه الخدمات طبعاً، يعني إيش كثر ساعدكم في مسألة اللي هو تخليص هذه المعاملات عند الجمهور، سواء يعني فئة المسنين أو فئة ذوي الهمم، وكذلك أيضاً بشكل عام يعني إيش كثر ساهم في تقليل يعني نسبة الجهد عندكم؟ طبعا انا ذكرت 16 خدمه، الخدمات اللي تقدمها البلديه اكثر بوايد من 16 خدمه، ذاك اللي هي في اطار المبادره. اي نعم، اللي في اطار المبادره 16. نعم. انا هذه 16 اللي يتطلب ان الشخص هو يتقدم لها، لان في خدمات ثانيه ما يتطلب ان الشخص هو او ما يقدر بالاصح هو اللي يقدم، تكون عن طريق مكاتب هندسيه وعن طريق. نعم. يعني لها اليات ثانيه، فهذه الخدمات 16 اللي يتطلب ان الشخص هو كان يراجع البلديه، وبعد في الفتره الاخيره تحولت الى الكترونيه، صار لها واجهه الكترونيه انه يسوي ابلود حق كل المستندات اللي عنده، بعدين الاجراءات اللي ما بعد شو اسمه التقديم تصير له، وبعدين تتوصل للخدمه. طبعا هذه الخدمه اطلقت مؤخرا الاسبوع الماضي، في تلقينا عده طلبات ابتداء من يوم نهايه يوم الاربعاء يوم الخميس، حتى يعني في نهايه الاسبوع جاتنا الكثير من الطلبات، فان شاء الله بنبدا نباشرها من بكره. جميل. بنحط لها جدول مباشره، بس يبين الاقبال يعني خلال اليوم اللي تم اطلاق المبادره ما شاء الله الطلبات اللي جاتنا كثيره. جميل. يعني يمكن احنا استاذه زهره الحين قاعدين نتكلم يعني ونذكر عن المبادره والخدمات اللي تقدمونها، بس اكيد احنا بودنا نوقف مع مشاهدينا عند هذا التقرير اللي بيوضح لنا يمكن مبادره نخدمك بدارك والخدمات المقدمه من خلال هذه المبادره، واكيد راجعين نكمل حديثنا مع ضيفتنا في الاستديو. نخدمك بدارك، خدمة أطلقتها أمانة العاصمة لكبار السن وذوي الهمم، بحيث يقدر المواطن أن يتقدم بطلب الخدمة وتوصله المعاملة للبيت، وهي تشمل إصدار تراخيص البناء لأقل من 50 متر مربع، وإفادة السكن واسترجاع التأمين وشهادات إتمام البناء، بالإضافة إلى توصيل أكياس القمامة. ومثل ما قلنا أن هذه الخدمة لكبار السن وأصحاب الهمم، فهي تشترط أن يكون المتقدم بطلب الخدمة ما يقل عمره عن 60 سنة، مع ضرورة إرفاق نسخة من بطاقة الهوية. وبالنسبة لذوي الهمم فأيضاً لازم يرفق نسخة من بطاقة ذوي الهمم وبطاقة الهوية، والأمانة راح تكون عند حسن ظنكم. عودة لك أستاذة زهرة، من بعد ما شفنا هذا التقرير صراحة يعني المبادرة جدا يعني جميلة ويعني وإنسانية، تكلم عن جانب إنساني. صحيح. فهي جدا يعني إنسانية، لكن لو نتكلم أكثر عن اللي يبي مثلا والراقب في الاستفادة من هذه الخدمة، نبي نتعرف عن الآلية بالضبط، يعني شلون تبتدي وإلى متى تنتهي؟ طبعا حاليا احنا حددنا رقم واتساب، بزنس واتساب، بيكون رقمه 1798-3439 حق اللي تنطبق عليهم شروط الخدمة اللي هم ذوي الهمم أو المسنين فوق 60 سنة، يرسل مسج على هذا الرقم، يطرش معلوماته أولا يحدد هو من أي فئة، فئة ذوي الهمم أو فئة المسنين. نعم. بنطلب منه الموظف اللي يتابع الرقم هذا يطلب منه أنه يطرش لبطاقة الهوية أو بطاقة ذوي الهمم أو ما يثبت أنه هو من أصحاب الهمم، وبعدين يسأله عن الخدمة، يطرش له مثلا يقول له هذه الخدمة تتطلب منك هذه الدوكيومنتس، هذه المستندات، فالمراجع يطرش لنا المستندات. بعد ما يطرش احنا طبعا حاطين لنا جدول، ننزل هالطلبات في جدول بحسب الأقسام. نعم. يعني هذه الطلبات حق هالقسم وهذه حق هالقسم، نطرش حق القسم المعني، يتأكد من معلوماتهم، يتأكد من نوع الطلب،
مثلا اذا الطلب يحتاج ان اول شيء الموظف يباشره في المكتب وينجز للخدمه وبعدين يوصل له الحصيله النهائيه سواء هي شهاده او رخصه فينجز للمعامله ممتاز. وبعدين الحصيله النهائيه هي الرخصه او الشهاده او افاده يوصلها لعند باب البيت. والرسوم شلون يعني طريقه الرسوم؟ طبعا متوفر الدفع الالكتروني سواء عن طريق موقع الكتروني لشؤون البلديات او عن طريق اجهزه سداد. فالموظف بعد لما بيوصل الخدمه للشخص بيكون عنده كل الاجهزه في السياره، بيكون عنده اكسس على موقع وزاره شؤون البلديات، فممكن الشخص المتلقي للخدمه بمساعدة الموظف يدفع أونلاين في نفس الوقت. جميل. أو إذا حاب عن طريق أنظمة سداد ممكن يدفع عن طريق أنظمة سداد. نعم بخبر إنه أنا خلاص سددت الرسوم. ممكن الحين توصلون لي الرخصة أو الإجازة. أستاذة زهراء، يعني نتكلم اليوم عن تقديم خدمات إلى يمكن فئتين يحتاجون تعامل خاص، يحتاجون صحيح. أن احنا يعني نكون جدا دقيقين في كيفية التعامل معهم، مو بس التعامل حتى كيفية تنفيذ وأداء الخدمة لهم صحيح. فلابد أن مرت عليكم صعوبات يمكن أو شوية تحديات يمكن واجهتموها أثناء تقديمكم لهذه الخدمات. طبعا احنا هذه الفئه حتى يعني قبل لا تكون هالمبادره احنا كنا نعاملهم كمعامله خاصه، يعني حتى عن طريق مركز خدمات المراجعين كان لهم خط خاص اللي هو الخط السريع او الفاست تراك. فهذه الفئه لما كانت تزور المركز ما كانت تضطر انها تكون في الكيو، كان متوفر لها كل شيء، يعني حتى الكرسي المتحرك كان متوفر اذا احد يحتاج، الموقف كان متوفر لهم. فمن البدايه يعني كنا نتعامل معهم معامله خاصه. اي نعم كان متوفر لهم كل شيء. فالحين بعد يعني الموظف اللي بيروح البيت عشان ينجز معامله هذه الفئه بيكون يعني متمكن ومتدرب يعرف شلون يتعامل معاهم. نعم. ومن البدايه طبعا اول ما الشخص يقدم الخدمة عن طريق الطلب عن طريق الواتساب نسأله بعد يعني هل أنت في لك احتياجات خاصة، في أشياء لازم نحطها في بالنا قبل إحنا نزورك، فأكيد نسأله عن وضعه وعن حالته. فالموظف اللي بيروح يكون مستعد. بعد أستاذ عندنا تقرير يعني نستأذنك في أن إحنا نشوف هذا التقرير مع مشاهدينا الكرام عن أبرز ما جاء في مبادرة نخدمك بدارك، وراجعين لاستكمال حديثنا مع ضيفتنا الكريمة. أستاذة زهراء، يعني يمكن احنا في بداية حديثنا تكلمنا عن الخدمات اللي تقدمونها وذكرنا انها تقريبا 16 خدمة تقدمونها، لكن هل في المستقبل يعني ان شاء الله يعني ممكن احنا نضيف او نزيد من عدد هذه الخدمات المقدمة؟ طبعا المبادرة ما راح توقف لهني، احنا نسعى ان يكون في ربط الكتروني او ما يسمونه تكامل الكتروني بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات في شؤون البلديات. فاحتمالنا بالعكس يعني اذا صار الربط الالكتروني او التكامل الالكتروني الخدمات تقل، نتمنى ان هي يعني تكون اقل، يعني مثلا الشخص يقدم خدمه واحده هالخدمه تكون مربوطه بخدمه ثانيه فتنجز له الخدمتين في ان واحد. جميل. يعني مثلا يكون ربط العناوين برخص البناء، فمجرد يقدم رخص البناء ما يحتاج بعد انه يقدم على العناوين، فالخدمتين راح يربطون مع بعض. يعني في بعض الخدمات نقدمها تكون لصالح جهات حكوميه ثانيه، مثلا افاده السكن وياخذها من عندنا عشان يقدر يروح يثبت عنوانه في الإحصاء ويطلع بطاقة الهوية، فممكن هذا يصير ربط مع الجهات الثانية وبالعكس يعني الخدمات تقل. يعني احنا معظم خدماتنا حاليا إلكترونية، يعني الخدمات هذه 16 اللي ذكرناها لأن هذه اللي كانت تقدم عن طريق مركز خدمات المراجعين اللي يحتاج زيارة الشخص نفسه. الخدمات الثانية كلها موجودة عن طريق موقع الوزارة من قبل،
وبعضها تقدم عن طريق المراكز المكاتب الهندسية وبعضها عن طريق الشركات مثل تراخيص الإعلانات، تراخيص البناء اللي هي فوق 50 متر مربع. هذا 16 اللي تكلمنا عنها، هذه الخدمات اللي كان الشخص مضطر انه هو يجي مركز خدمات المراجعين وهو يقدمها بنفسه. لا شك يعني جهودكم يعني مقدرة، يعطيكم الصحة والعافية. ونشكرك طبعا السيدة زهراء عبد العزيز رئيس التنسيق والمعلومات بأمانة العاصمة، شكرا على حضورك معنا. الله يسلمك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام فاصل وراجعين. مشكلة في كورونا انك ممكن تكون مصاب وانت ما تدري، اقصد انك تعيش يومك طبيعي ما تحس بأي اعراض، بس في الواقع تنقل العدوى إلى شخصين أو ثلاثة، وهالشخصين ينقلون العدوى لشخصين أو ثلاثة، وبهالطريقة ينتشر الفيروس وتصعب السيطرة عليه. لكن لو قعدنا في البيت وطبقنا التباعد الاجتماعي، يعني مثلاً لو هالشخص ما زار صديقه، لو هالشخص اشتغل من البيت، لو هالشخص ما راح السوق، لو هالشخص ما راح جمعة الأهل، لو كلهم التزموا بالتعليمات، راح يقل عدد المصابين من 406 إلى 15 مصاب فقط، ويمكن أقل. بالتالي راح يقل الضغط على الكادر الطبي وتتحسن جودة الخدمات الصحية. هذا الحد الفاصل بين الانحسار والانتشار، والفرق هو أنت. البحرين ولله الحمد قدمت نموذج للوعي والتكاتف والتعاضد لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره من خلال الإجراءات الاستباقية اللي تم اتخاذها من قبل الفريق الوطني للتصدي للفيروس. هالأمر يعني خلانا وخلى البحرين يعني محط أنظار الجميع، ويعني تتلقى يومياً إشادات عالمية من مختلف الدول والمنظمات. بلا شك بسام، أكيد يعني هذه الإشادات ما جاءت من فراغ، بل جاءت نتيجة التخطيط المميز في إدارة هذه المرحلة والتوجيهات الواضحة من جلالة الملك المفدى الله يحفظه ويرعاه باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأيضاً متابعة سمو رئيس الوزراء عن قرب لكافة الأمور اللي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، وقيادة سمو ولي العهد الحكيمة لفريق البحرين اللي يسعى بكل ما أوتي من طاقة للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على الوطن وتعزيز مكتسباته التنموية. بالتأكيد رقية، طبعاً تضحيات كبيرة يقدمونها أبناء هذا الوطن في كافة المجالات من أجل أن تكون البحرين وكل من على هذه الأرض الطيبة بخير وصحة وعافية. اللي نشوفه يا بسام يعني بكل أمانة في هذه المرحلة الاستثنائية هو نتاج عمل متواصل أسهمت فيه كل السواعد الوطنية، ولذلك احنا دائما دائما راح نردد ونقول الله يحفظ البحرين ويحفظ أهلها يا رب من كل شر. نعم طبعا، ولا ننسى لا نشكر يعني المتطوعين الله يعطيهم الصحة والعافية، وكذلك أيضا نشكركم مشاهدينا على المتابعة. يعني وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم، نلقاكم باكر في حلقة جديدة من برنامجكم مجتمع واعي، فأمان الله. مع السلامة.